وتأتي دارت جديد هذا بيولوجي فيجيتال إس دو اللي كت موديل اللي كتقرا في الإس دو إس في إي يعني بيولوجي فيجيتال علوم حياة والأرض أقول له باللغة العربية. هاد في هاد الدرس هذا ولا هاد الفيديو هذا إن شاء الله غنشرحو إني نشرحو مزيان بعض المصطلحات اللي ما كيكونوش يتقراو في الاس 1 او في البكالوريا. ان شاء الله عن نبسطوا المفاهيم يعني المصطلحات اللي صعابين غنزيدو نبسطوهم حنا غنمشيو بايطاب ايطاب يعني بالتسلسل ان شاء الله. غنشوفوا اول حاجه غنشوفوا هذا الفيديو هذا غنشوفوا الفرق بين الكورموفيت والطالوفيت وغنشوفوا لاباغاي فيجيتاسيون ديالو وغنشوفوا لاباغاي بلاستي ديال والفرق ديالو يعني لي تيب وغنشوفوا بعض يعني بعض لي مثلا حنا غنشوفوا هنايا هذا الفيديو هذا اكثريه غنشوفوا لي طالوفيت الكورموفيت غنشوفوا غير ديفيرون بين طالوفيت وكورموفيت صافي لان الكورموفيت غنشوفوها في فيديو اخر ان شاء الله. المهم هذا الدرس هذا او هذا الموديل هذا كيتقرا فيه الكورموفيت وزعما هما لي بلون سيبيريو ولي زالك هما الطالوفيت يعني كنقولوا لهم الطحالب وتا الشامبينيو كيتقرا هنايا هذا الموديل هذا. المهم عمدوا على بركة الله عندنا هنايا خمسة دليغين عندنا مونيرا عندنا بروتيستا عندنا فونجا عندنا بلانتا عندنا انيماليا. مونيرا هما بروكاريوت هما وحيدة خالية انيسيليليا وبرودكسيون ديالهم اسكسيل هما كيتصنفو من بكتيريا ومن لي زالك بلو. لي زالك بلو كنقول لهم سيانو بكتيري عقل على هاد لي زالك بلو هما كيتعتبرو من سيانو بكتيري. هنشوفو تانية بروتيستا هما انيسيليليا ولكن اوكاريوت يعني عندهم نواة هما فورم ديالهم موبيل ماشي فيكسي ماشي فيكسي هما موبيل كيتحركوا. عفوا عندنا فونجا بليزيور سيليل يعني بليزيور سيليل اوكاريوت هما سون بيغمون. علاش سون بيغمون؟ لان هما ما كيعملوناش فوتوسينتيز وكيتعتبروا هما من الشامبينيون. وعندنا بلانطا فيها جوج فيها لي زالك وفيها البلو بلونت لي زالك وعندنا انيماليا وقلنا ان لي بلانطا هما افيك بيغمون لانهما كيعملونا فوتوسينتيز وفيهم البلاست. وعندنا انيماليا هما انيمال يعني في الصنف الحيوانات. زيدو هذه هي الخطاطه ديالها عندنا الاورغان اورغانيزم عندنا بروكاريوت اوكاريوت بروكاريوت هما مونيرا عندنا اوكاريوت هي انيسيليليا وعندنا ميتيسيليليا. انيسيليليا فيها بروتيستا ميتيسيليليا كاين انيماليا فيها وفيها بلانتا بلانتا فيها كاين بلانتا فيها لي زالك وفيها لي بلونت هما كيعملوا لنا فوتوسينتيز. وعندنا فونجا هما شامبينيون ما كيعملوا لناش فوتوسينتيز. اوكي عندنا هنايا لي طالوفيت دابا غنشوفوا الفرق بين الطالوفيت والكورموفيت. غنشوفوا دابا الطالوفيت هما لي زالك هما طحالب ملي تسمع طال خلك شني هو لاباغاي فيجيتاسيون دو طالوفيت ولا دو لي زالك كتقول له طال هو لاباغاي. علاش؟ لانه هو ستركسيغ ديالو تري سامبل يعني بسيط يعني ستركسيغ ديالو يعني البنيه ديالو حيت ما عندهمش لي تيج وما عندهمش لي فوي وما عندهمش لي فيسو كونديكتريس. لي فيسو كونديكتريس هما ديك العروق اللي كيوصلوا لنا لي مينيرو لي باش كيطير المينيرو والماء وبزاف ديال الحاجات اللي باش كيغديونا لا سيلول د. المهم ما عندهمش لي فوي ما عندهمش لي تيج وما عندهمش لي غاسين ما عندهمش لي فيسو كونديكتريس. نعقلوا على هذه
إلا قال لك شنو هو لي زالك لي هما انيسيلير، كتقول له سيانو باكتيري. ها هما سيانو باكتيري، يادي سيانو باكتيري. هو إلا قال لك عطيني ليكزومبل ديالهم، كتقول له لي زالك بلو. ياك غنشوفو دابا الكورموفيت، المهم هادشي طالوفيت هيد هادشي اللي كاين فيه، يعني لاباغي فيجيتاسيون ديالو. غنشوفو لاباغي فيجيتاسيون ديال الكورموفيت. لاباغي فيجيتاسيون ديال الكورموفيت هما الكورمو، لأن يعني البنية ديالهم تخي كومبليكس، يعني جد مركبة، يعني فيها بزاف ديال الحاجات، فيهم لي غاسين، فيها لي فيسو كوندكتريز، فيها لي تيجي لو في. ماشي بحال الطالوفيت، الطالوفيت هما فيهم غير لي فيلامون الخيوط وصافي، ولا سيلي ايزولي باغ لا فيلامون، يعني هما فحال خيوطه نقدروا نقولوا لهم. ماشي بحال الكورموفيت، الكورموفيت عندهم لي تيجي لي غاسين ولي لي في فيسو كوندكتريس. نزيدو هذا ليكزامبل، ليكزامبل د لي زالك. اكزومبل تاني ان شاء الله باقي غنشوفو ليكزومبل اخر، غنشوفو الجينيراسيون ديالو برودكسيون سيكسيل اسيكسيل، غنشوفو المورفولوجيك ديالو. المهم عندنا ثلاثة لي كلاس برينسيبال لي زالك، عطيتكم ثلاثة لي كلاس. انا اصلا في هاد لي فيديو كنعطيكم غير لي مهم واللي كيطيح في الامتحان. المهم ثلاثة لي كلاس برينسيبال لي زالك عندنا فيو فيسا، عندنا هما لي زالك برين. كتعيشنا في يعني في المصالي مالح في خواض، و ليكزومبل ديالهم فيكوس و تاسيستوريا، هما بليغيسيليلا. و عندنا غودوفيتا، هما لي زالك غوج. كتعيشنا في المصالي تا هو مالح، ولكن هذا شود، يعني سخون. ليكزومبل ديالهم بورفيرا، وعندنا الكلوروفيتا. عندنا الكلوروفيتا هما لي زالك فيغ، لي كلاس الثالث هو كلوروفيتا ولا لي زالك فيغ. كتعيشنا هادوما في الجنب ديال البحر، ولا الجنب يعني في الحافه ديال الواد، كنجبروهم تما. تقدر تينا تكون شي مره شفتيهم ما رديتيش البال. والاسم كاين ليكزومبل ديالهم الفا كاينه موجوده، وكاينه الكوديو. غنشوفو دابا ها لا باغي فيجيتاسيون اللي قلت لكم قبيلاتي د لي زالك هو طال، و اورغان او بروديكتور د لي زالك هو سيست. سيست اما كاين سبوروسيست ولا الغاميتوسيست. سبوروسيست هو دو ان، والغاميتوسيست هو غاميتوسيست هو ان. على سبوروسيست لان لي سبور هما فيهم دو ان، لان لي سبور مثلا سبور كيطيحونا في الارض كيوقع لهم جيرميناسيون كيعطيونا لي زالك اخر، وهكذا كتم يعني الدوره ديال الحياه. ولكن الغاميتوسيست لا، ضروره ستكون ريبروديكسيون سيكسيل، يعني كيكون لي غاميت مال لي غاميت فيميل، كيعدلو لنا الفيكونداسيون باش كيعطيونا لي زالك، يعني كيعطيونا لي زالك عاود باش كيكبر لنا، كيوقع له الجيرميناسيون كيكبر لنا عاود. المهم دورة الحياة، هاد الشيء هذا من بعد غنعرفوها مزيان ان شاء الله فيديو اخر. قلنا المهم ثم لاصكم تعرفوا سبوروسيست هو دو ان يعني ديبلويد، الغاميتوسيست هو ابلويد، يعني هنايا وقعنا الفيكونداسيون، هنايا وقعنا الجيرميناسيون. يعني علاش الجيرميناسيون؟ لان دو ان دو ان يعني لي سبور، لي سبور دائما عندهم دو ان. اوكي غنشوفو لاباغي بلاستيديان. لاباغي بلاستيديان يعني بلاست دلي زالك. عندنا دو فورم دو بلاست، عندنا البلاست فوكال يعني فورم دو يعني ايطوال، يعني بحال نجمه كيكون في السنتر ديال لا سولي يعني فوايي. و
وعندنا لي بلاس باريتو. باريتو هو الفورم فاريابل، هو عنده واحد الفورم ماشي محدده، يعني دائما عند الفارياسيون، يعني بوزيسيون باريتال. ياك عندنا في هذا الاباري بلاستي ديال كاين 3 تيب، كاين ارشيون بلاستيديا بلاستيديا، وعندنا ميزو بلاستيديان، وعندنا نيو بلاستيديان. ارشيون بلاستيديان غنشوفوها دابا، هذا ارشيون بلاستيديان يعني هو قديم شويه، يعني البلاست عنده قديم، يعني حيت هو عنده البلاست كبير. غنشوفوها هذا لي ريبريزونتي دو بار ان سول بلاست، يعني شتي عنده واحد البلاست ولا كيلك بلاست، يعني اما تقدر تجبر جوج ثلاثه ولا واحد، يعني على حسب. وعندنا لو طايد البلاست كبير، وهو عنده يعني كيمتالك في وسط ديك البلاست كاين بيرينويد، هذا البيرينويد هذا بيرينويد هو هذا. والاكزامبل اذا قال لك اعطيني ليكزامبل د هذا الارشيوبلاستي ديال، كتقول له الفا لي زالك الفا مهم عرفتو ارشيوبلاستيديان. ارشيوبلاستيديان هي واحد البلاست هي قديمه بزاف، يعني ماشي متطوره، هذه هي المعنى. انا بغيت نقربكم من المعنى ديالها. هيا ها هو ديك لا فورم، هذا ارشيو، هذا ليكزومبل ارشيوبلاستيديان. انا قلت لكم لا فورم ايطوال كيكون في السونتر ديال لا سيليل، اما كتجبر جوج ولا وحده د البلاست. هاي هاد هنايا جوج، هنايا وحده، هذا البيرينويد اللي في الوسط، هذا البلاست فورم ايطوال، وهذا الباغوا. دابا غنشوفو الباريتال. هنا شفنا لا فورم ايطوال، دابا هنايا لا فورم باريتال، يعني ف ها هو عادي حتى هو. هنا لا فورم باريتال كتجبر، يعني كاين بزاف فيه ديال بيرينويد، ولا كتجبر واحد البيرينويد. هنا المهم هذا السيتوبلازم، نتوما كتعرفوا يعني سيتوبلازم، هذا كلوروبلاست، وهذا بالخضر، هذا الباغوا، هذا البيرينويد، وهذا البيرينويد. يعني عقلوا ان الارشيوبلاستيديان فيها جوج، فيها لا فورم باريتال ولا فورم ايطوال بحال النجمه. نكملوا دابا نشوفوا تيب ميزوبلاستيديان. ميزوبلاستيديان كيجي فورم انترميديار، يعني ستركتور انترميديار بين ارشيوبلاستيديا ونيوبلاستيديا، هو لا فورم ميزوبلاستيديا سون دو ستركتور انترميديار. كما قلت لك الا قال لك شنو هو اعطيني ليكزامبل، كتقول له ليكزامبل كلادو فورا. كلادو فورا هاد ميزوبلاستيديا هو ديفيني بار ان نومبر امبورطون دو بوتيت بلاست. هو هاد ميزوبلاستيديان عنده واحد البلاست امبورطون، يعني صغارين امبورطون بلاست، وعندهم يعني كيحتويو على البيرينويد اللي قلت لكم قبيلات. بيرينويد هاد البيرينويد ياك كيكونوا في وسط البلاست، والبلاست كيكونوا مربوطين بواحد يعني الخيوطه كنقولوا لهم لي غايو، يعني مربوطين بواحد لي غايو بيناتهم. لي غايو كيعدلوا لنا واحد الكومينيكاسيون بين لي ديك لي بلاست. ممكن يعني عندنا غولي اونتر او بار دو غايو بلاستي ديال، ها هي غايو بلاستي ديال. غنشوفوها دابا، ها هي ها لي بلاست فيهم البيرينويد، ها هو لي بالكحل، كلوروبلاست هو اللي بالخضر، هذا الباغوا، هذا لي غايون بلاستي ديال، هو هذا لي غايو. يعني عقلوا عليه، اذا قال لك شنو هما الديفيرونت بين
ميزوبلاستيديان وارشيوبلاستيديان كتقولوا هادشي هذا، يعني ميزوبلاستيديان عنده لي بلاست مربوطين بيناتهم لي غايون بلاستيديال، ولكن ارشيوبلاستيديان لا، وهذا ميزوبلاستيديان عنده بوتيت بلاست. وما نشوفو دابا نيوبلاستيديان، نيوبلاستيديان هو جد متطور، هو ديفيني بار ان نومبر امبورطون دو بوتيت بلاست، يعني حتى هو عنده بوتيت بلاست ليبر، ولكن ماشي مربوطين بديك لي غايون بلاستيديال. نكملو، قلنا ان هذا نيوبلاستيديان جد متطور، يعني حيت ما عندوش، يعني البلاست ديالو ليبر، ما عندوش لي غايون، يعني ماشي مربوطين بيناتهم. وهاد البلاست كاين اللي فيه البيرينويد وكاين اللي ما فيهش البيرينويد. هاد نيوبلاستيديان عقلوا على هادشي هذا، يعني كاين لي ديبورفي دو بيرينويد وكاين بورفي دو بيرينويد، يعني كاين اللي فيه وكاين اللي ما فيهش بيرينويد، وهو بوتيت بلاست. كملوا، عندنا اورغان بلاستيديال، عندنا كاين جوج الحالات، عندنا ملي تشوفوا اومو بلاستيديال، هاد اومو بلاستيديال هو كومبوزي بلاست كولوري. هاد ملي تشوفوا اومو، هاد المصطلح اومو هو كنقولوا فحال فحال، يعني شي حاجه اومو، يعني كلشي فحال فحال، يعني مثلا في هذه الحاله هذه البلاست كيكون كولوري، كلشي كولوري، يعني فحال فحال. ولكن هيتيرو بلاستيديال كيكون كاين لي كولوري وكاين لي ماشي كولوري، يعني هيتيرو كاين الاختلاف، يعني كتجيب مثلا عندك البلاست خضر والبلاست بويض مثلا، انا بغيت نعطيك هذا المثال وصافي باش تعرف هيتيرو، يعني كاين اختلاف. اما هومو فحال فحال، يعني هومو بلاستيديال اما يكونوا كولوري كلشي، واما يكونوا دي كولور ما عندهمش الكولور، يعني هومو، يعني مصطلح هومو خصكم تعرفوه وهيتيرو. صافي، يعني فيديو تالا، الله يعاونكم، بون كوراج، اذا عجبكم الفيديو بارطاجيو مع صحابكم، الله يعاونكم، ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله، و غنشوفو ديك التيب د مورفولوجيك، غنشوفو ديك ارشيوطال تيب علاش حنايا، علاش قلتكم انه هضرت لك على اباري فيجيتاسيون، حيت اباري فيجيتاسيون ملي غنهضرو عليها في فيديو اخر، غنشوفو لي تيب مورفولوجيك ديالها، كاين ارشيوطال وكاين بروتوطال ولا نيماتوطال، وكاين كلودامين ولا كلودوطال. المهم هادشي، هذا الفيديو اخر ان شاء الله غنشرحوه، بون كوراج. السلام عليكم مرة أخرى في الدرس ديال ليزالك، يعني الطالوفيت بيولوجي فيجيتال، يعني دوزيام بارتي هذه. ولكن قبل ما نبداو في الدوزيام بارتي، نعطيكم بعض الأسئلة والأجوبة اللي كطرح في الامتحان في بارتي الأولى اللي كنت شرحتها الفيديو الأولاني، ومن بعد نجوزو بارتي الثانية هذه ونشرحوها وهكذا، نعطيكم بعض الأسئلة والأجوبة إن شاء الله. يعني علاش باش تختصر الوقت، يعني تينا كتقرا بارتي ديالك يعني الدرس، في نفس الوقت كتشوف الاسئله والاجوبه اللي كيطيحوا في هذا الامتحان، في هذه الفقره هذه ولا هذه البارتي هذه، كتفهم دغيا احسن، يعني ما تطول على راسك. المهم تبعوا معايا حتى الاخر ان شاء الله باش تفهم. مثلا بحال هاد السؤال هذا، لاكيل اينيتي دو باس سيستيماتيك، عطيني الاسم ديالها، قالك اينيتي دو باس سيستيماتيك هو لي سبيس،
والاسم ديالها هي لا نوموكلاتير بينوميال. هاد السؤال هذا في انتروديكسيون. وكاين سؤال اخر كيقول لك يعني كاين لو برانسيب تيب بيولوجيك سولو لو كلاسيفيكاسيون ايكولوجيك. كاين فانيروفيت وكاين كاميفيت وكاين كريبتوفيت وكاين كريبتوفيت صافي. وكاين واحد السؤال عاود قال لك شنو هو الجروند جروب ديال الاورغانيزم اللي داخلين في السيانوفيت شنو هما. قال لك السيانوفيت هما داخله في الغين مينورا وهي بروكاريوت والكاركترستيك ديالها هي انسيلولير وعندها ريبروديكسيون اسيكسيوال اللي هما لي زالغ بلو والبكتيري. كاين واحد السؤال اخر كيقول لك كيسكو لاباغاي بلاستيديان ميزوبلاستيدي يعني شني زعما يعني عطيني الكاركتير ديال ميزوبلاستيدي. هنا كتعرف ان ميزوبلاستيدي جات انترميديا بين ارشيوبلاستيدي وبين نيوبلاستيدي. اذا هي واحد البلاست بوتيت بلاست ولكن هما فيهم لي بيرينويد وهما كي يعني كيلصقو بيناتهم بواحد لي غيون بلاستيدي يعني كيربطو يعني لي غيون بلاستيدي هما هو لي كيربط بيناتهم. يقدر يقول لك اعطيني ثلاثة بيهم يعطيلك اعطيني كاركتير ديال ميزو بلاستيدي يعطيني اخشيو بلاستيدي وعطيني نيوبلاستيدي يعني ثلاثة بيهم يقدر يقول لك. وحوات السؤال هذا طاح يقدر يقول لك عطيني الديفينيسيون ديال بيرينويد يقدر يطيح يعني ضروري خصكم تراجعوا امتحانات يعني خصكم تخدموا امتحانات والكور مع بعض. قلنا نكملوا البارتي الثانية عندنا هنايا لا بيرينويد شنو هو يعني ديفينيسيون هو واحد الكراني كيكون في وسط لابلاست يعني بزاف ديال لي زار كيكون فيه هاد لابلاست وعند الكلوروفيت يعني لي زالغ فير هاد البيرينويد كيكون مقسم. ملي كيكون مقسم لانتيغيور ديال البلاست كنقولوا له انترابلاستيديال. وشنو كيتسماو ديك التقسيمات يعني كل جزء من بيرينويد كيتسمى البيرينوزوم. ها هو الشكل ديالو كيكون مقسم لا بيرينوزوم هاد يعني الشكل الاولاني تيب الثاني تيب الثالث. ولكن المهم برانسيب هو كيكون في وسط لابلاست يعني انترابلاستي ديال فيها البيرينويد مقسم. ملي كيكون مقسم كيتسمى بيرينوزوم. كل جزء من ديك البيرينويد كيتسمى بيرينوزوم. وكاين عندنا اللي كيكون خارج لابلاست يعني عند لي زال كاين شي لي زال كيكون البيرينويد كيكون اكسترا بلاستيديال يعني علاش كيكون يعني كيكون مدرج يعني فيغ ليكستيريو. هذا هو الشكل ديالو وهذا يعني هذا هو البيرينويد وهذا البلاست اللي داخل عليها كنسميوها اكسترا بلاستيديال صافي. ونتلاقى ان شاء الله الفيديو غنهضروا على بيغمون ديال لي زالك وغنشوفوا الاسئله اللي بون كوراج والله يعاونكم. السلام عليكم. في البيولوجي ديجيتال نكملوا على بارتي لي زالك يعني دابا وصلنا لبارتي الثالثه غنهضروا على لا بيغمون ديال لي زالك ان شاء الله. ومورا البيغمون غنشوفوا بعض الاسئله اللي كطيح في امتحان في هذه البارتي هذه. المهم لا بيغمون دو لي زالك فين كتكون في وسط لابلاس يعني في وسط لابلاس
البلاس كنا هضرنا عليها. قلنا هنايا عندنا 3 جروب ديال البيغمون. اول جروب هو لا كلوروفيل. كلوروفيل شني البيغمون ديالو؟ الكولور ديالو فير يعني خضار. اكزيست يعني بليزيو كلوروفيل يعني نومي كلوروفيل A, كلوروفيل B, C يعني كيتسموا كلوروفيل A, كلوروفيل B, C ودي وهكذا ياك. وعندك هنايا قال لك فين عندهم الاختلاف هاد الكلوروفيل A و B بيناتهم؟ كيكون الاختلاف غير في البروبريتي سبيكترال يعني اما كتكون زايده اش ولا ناقصه اش بيناتهم ولا اكسجين ناقص ولا زايد الاكسجين ياك. عندك هنايا ثاني جروب هو لي كاروتينويد. البيغمون ديالو روج اورانج كيميل تن جون يعني اصفر. المهم هو روج اورانج اي جون كنسميهم الفا بيتا يعني نومي الكاروتينويد الفا اي كاروتينويد بيتا. عندنا البيغمون والجروب الثالث شنو اسمه؟ هو لي بيليكروموبروتين. بيغمون ديالو هو اكسسوار يعني نقدروا نقولوا ثانوي. الكولور ديالو هو روج و بلو يعني روج اي بلو. روج اللي كيتسمى فيكوريترين فيكوريترين بلو فيكوسيانين ياك. المهم هذا هو الطابلو اللي مهم يعني باش كتعرف كل لي زالك وشني عنده واش من كلوروفيل عنده ولا الكاروتين عنده بيلي كروموبروتين. المهم غنشوفوهم دابا. عندنا لي زالك روج شني عنده ولا كنسميهم غودو فيكوفيت. فيكوفيت شتي كامل كيتسالو بفيكوفيت. فيكوفيت قلنا هو علم ديال الطحالب. قلنا غودو فيتا ولا غودو فيكوفيت. لي زالك روج عندهم كلوروفيل ا اي دي. عندهم كذلك الكاروتين الفا اي كاروتين بيتا. كذلك عندهم حتى البيلي كروموبروتين. عندهم فيكو ريترين عندهم فيكو سيانين. غنمشيو نشوفو لي زالك برين. لي زالك برين شني عندهم؟ عندهم الكلوروفيل ا والكلوروفيل سي وعندهم الكاروتين بيتا فقط صافي. غنمشيو نشوفو لي زالك فير كنسميهم كلوروفيل يعني كلورو فيكوفيت. شني عندهم؟ عندهم كلوروفيل ا وكلوروفيل ب وعندهم الكاروتين الفا وكاروتين بيتا صافي. هذا الجدول مهم كيطيح في امتحان يقدر يقول لك اعطيني مثلا يقول لك اعطيني الكاركتيرستيك ديال الغودو فيتا يعني بيغمون ديال الغودو فيتا. اعطيني الكاركتيرستيك بيغمون ديال غودو فيتا يعني غودو فيتا هما لي زالك روج. كتقولهم له ولا كيقول لك اعطيني الطابلو سو فورم دو طابلو اعطيني لي زالك روج لي زالك برين لي زالك فير اعطيني كاركتيرستيك بيغمونتيغ ديالو. سان نشوفوا هذه الاسئله حتى في الاخر ديال الفيديو. غنشوفوا دابا سيانو باكتيري. سيانو باكتيري هما لي زالك بلو. سيانو باكتيري هما الوحيدين اللي كيعدلوا لنا فوتوسانتيز يعني وعندهم الكلوروفيل ا وكذلك عندهم يعني هما غيش اون بيغمون دو فيكو سياني. المصطلح سيان سيان هو كيعني به كولور بلو. هما عندهم ريبروديكسيون اسيكسيول سكيسي باريتي يعني كذلك هما بروكاريوت.
بعض الديفيرونس بين بروكاريوت والاوكاريوت. هنا عطيتكم غير بعض الديفيرونس ديالو. مثلا تحب بروكاريوت عند ما عندهمش لي نوايو، اوكاريوت عندهم. في بروكاريوت عندهم ديفيزيون سيلولار بار سيسي باريتي، يعني اسيكسيول، وعند اوكاريوت عندهم ديفيزيون، يعني ديفيزيون سيلولار، يعني انقسامات خلويه بار ميتوز والميوز. عند بروكاريوت ما عندهمش بزاف ديال لورغان، وعند اوكاريوت عندهم بزاف. المهم هادو غير بعض الاختلافات. هنايا في اكزومبل د سيانوباكتيري، مثلا بحال كتشوفوا اللون الزرق، سيانوباكتيري كيقدروا لنا يعني فيكسيو لازوت، يعني اتموسفيريك. هذا هنايا غودوفيتا، يعني لي زالك روج، كيعيشوا لنا في الماء صالي ولا دوس، اكثريه في الماء صالي في البروفوندو، وكيتفيكساو على واحد الكرامبو، يعني مطاع، يعني لا روش، واحد المطاع فين كيتفيكساو اسمه الكرامبو. هذا لي زالك بغيل. دابا ان شاء الله غنشوفوا بعض الاسئله والاجوبه اللي كطيح في الامتحان في بارتي ديال بيغمون. السؤال الاولاني قال لك كي لو كومبلكس بيغمونتير كاركتيرستيك دو رودوفيتا، يعني لي زالك روج، شنو هما؟ ها هو الجواب ديالو. الكومبلكس بيغمون دو رودوفيتا عنده ثلاثه ديال لي تيب، عنده الكلوروفيل ا اي دي، عنده الكاروتينويد بيتا اي الفا، وعنده تا كزانتوفيل، وعنده بيلي كرومو بروتين اللي هما فيكو ريترين اي فيكو سيانين. فيكو سيانين بلو، فيكو ريترين روج. زدتكم ديك كزانتوفيل. كزانتوفيل ماشي يعني ضروري تعدلو، اللي مهمين هما ديك الكلوروفيل، الكاروتين، وبيلي كرومو بروتين، هادو هما اللي مهمين. مثلا يقول لك اعطيني على شكل طابلو، اعطيني لي زالك، يعني مثلا لي زالك فيرت، لي زالك برين، لي زالك روج، اعطيني هادو هما كاملين بيغمون ديالو، كترسم له ديك الطابلو اللي عدلناه دابعي في البارتي ديال بيغمون، يعني هذاك كيجمع كلشي. السؤال الثاني قال لك سيتي دون ان سونس ايفوليتيف، يعني في المسار التطور، لي ديفيرون تيب داباري بلاستيدي رونكونتري شي لي زالغ كلوروفيت، يعني كلوروفيتا لي زالغ فير، اعطيني يعني او اي ديفيني ان سول تيب ولا كاملين بيهم، نقدر تعطيهم له كاملين بيهم. الجواب ديالو ارشيو بلاستيدي هي لي قديمه، ميزوبلاستيدي هي اللي بيناتهم، او نيوبلاستيدي هي جد ايفوليتيف، يعني يعني هي اللي متطوره جدا. اعطيني لي ديفينيسيون شي وحده منهم، حنا نعطيهم كاملين بهم. ارشيوبلاستيدي لي بلاست ديالها فوليمينيز، يعني كبير، كبير بزاف، وكنجبرو فوس منه يعني اكثر ولا واحد ولا اكثر من بيرينويد، ياك هذا الاولاني. ميزوبلاستيدي شنو هو؟ البلاست نومبروز، يعني الطاي ديالهم بوتيت اي ريدوي، و بورفي يعني كيمتلكو بيرينويد، يعني كل بلاست كتمتلك بيرينويد وهما ولكن صغارين، وهما مربوطين يعني اسوسي بار ان تراكتيس، يعني
فيلامون بلاستيدي مربوطين بواحد الفيلامون بلاستيدي بيناتهم بين البلاست. وعندك نيوبلاستيدي يعني اللي جد متطور. شنو هو البلاست نومبوز اي بوتيت بلاست هما بوتيت بور في والاو نو يعني اما عنده ولا ما عندوش البيرينويد هو ولكن ليبر ماشي مربوط بين شنو اسمه لي غايو ولا تراكتوس بلاستيدي هو ليبر اونتر او. صافي هادشي لي الجواب ديالو. نتوما ماشي ضروري مثلا اذا عطاكم قالك عطيني ان سول ديفينيسيون كتعطيلو غير واحد منهم واش انا عطيتكم غير ثلاثة ديالهم باش تعرفو صافي. واحد السؤال اخر يقدر يقول لك عطيني ليكزومبل د لي زالك انيسيلولير وحدات الخلية عطيني اكزومبل. ليكزومبل ديالو هو دياتومي. صافي دياتومي وزيدكم هاد المعلومة ديالو بلا ما تكتبوها مثلا اذا طلب منك ليكزومبل هادي اي معلومة صافي. قالك هو بارتي ديال لي زالك برين ديفلوبي توت لو ميليو اكواتيك هو فيتو بلانكتون هو من بلانكتون يعني من العوالق. هو اما كيكون ليبغ ولا فيكسي سيغ لو لوتر لي زالك ولا البلون ولا لي روش. صافي سؤال اخر في البارتي ديال كرواسونس مورفولوجيك قال لك هنايا سيتي لي ديفيرونت موداليتي دو كرواسونس اون لونغور يعني عطيني لي تيب ديال كرواسونس طوليا شي لي طالوفيت. الجواب ديالو دابور لا كرواسونس ديفيز دون توت لي سيلول سون كاباب دو سو ديفيز يعني عندنا لا كرواسونس ديفيز يعني في جميع الاتجاهات جميع لا سيلول كتعدل لنا لا ديفيزيون يعني اي سيلول كتعدل لا ديفيزيون وقادره دي ديفلوبا وتعدل لنا كرواسونس. وعندنا لا كرواسونس لوكاليزي لوكاليزي كي سويفون لا لوكاليزاسيون اي لو فونكسيونمون دو انيسيال يعني اي لي لا سيلول انيسيال هي اللي كتعدل لنا الكرواسونس. و زعما شنو كنعنيو بها يعني عندنا أربعة ديال تيب ديال كرواسونس لوكاليزي عندنا كرواسونس ابيكال عندنا كرواسونس انتركالير عندنا كرواسونس تريكوتاليك عندنا كرواسونس مارجينال. هادو ما كنا شرحناهم في البارتي الثانية. بون كوراج والله يعاونكم تلاقاو فيديو ان شاء الله اللي ماشي. السلام عليكم مرة أخرى في الدرس ديال بيولوجي فيجيتال إس في إي. كنهضرو دابا على الطالوفيت. وصلنا بارتي رابعة غنهضرو على المورفولوجيك ديال لي زالك اللي فيها لا فورم ديال لي زالك فيها لا ستريكسيغ دو فيلامون كونستيتي ديال لي طال يعني البنية اللي كتكونا هاد الفيلامون ديال الطال و تا لي تيب ديال كرواسونس. المهم غنشوفو اول حاجه ليطال يعني تذكر ليطال شنو هو يعني ضروري تكون عارفو هاد الديفينيسيون. ليطال هو واحد لاباري فيجيتاسيون ديال لي زالك وديال الشامبينيون ما فيه شي لي تيسي يعني دي بورفي دو تيسي وما فيه شي
les racines, ou mafichi les feuilles, ou ta les tiges. Ta كذلك لي فيسو كونديكتريس يعني العروق هذا الشيء هذا خصك تعرفوه. قلنا ان ليطال اما غيكون انيسيليلير ولا غيكون بليغي سيليلير. الا كان انيسيليلير كنهضروا على بلانكتونيك يعني العوالق. اذا هضرنا على بليغي سيليلير كيكون بونتيك. بونتيك هو واحد يعني كيكون في وسط يعني في القعر ديال الماء هذا البونتيك وفيه جوج ديال لي تيب اون كرواتون وفيه دروسي. اون كرواتون هو واحد البنية يعني اللي طال مغطي بواحد القشرة كنقولوا لها كالسيفي يعني الكالكيل مغطي بواحد القشرة اسمها كالكيل. اما دروسي هو شوف باقي اون كرواتون هو ماشي فيكسي نو فيكسي. اما دروسي هو فيلامونتوز هو فيلامون ولكن هو في القعر ديال الماء فيكسي يعني فيكسي على شي حاجه. غنشوفو دابا لا ستركسيور دو فيلامون كونستيتي دو طال. غنشوفو النوع الاولاني هو سيفوني. هاد النوع سيفوني هو واحد الفيلامون يعني ما فيه شي الكلوازون ترانسفيرسال يعني ديك الانقسامات عرضيا ما فيهش. هو يعني سيتوبلازم ديالو فيه بزاف ديال لي نوايو بزاف ديال لي نوايو. ليكزامبل الكوديوم. المهم نتوما عقلوا على سيفوني لا ستركتور دو سيفوني. غنشوفو النوع الثاني. النوع الثاني هو لا ستركتور ايمي سيفوني هو يعني نصف سيفوني. ايمي هي نصف ولا شبه يعني خصكم تعرفوا هاد المصطلحات. المهم ايمي سيفوني هو يعني مقسم ولكن ماشي واحد التقسيم يعني جيد شويه وصافي. والليكزومبل ديالو كلادو فوغا يعني ليكزومبل هاد ايمي سيفوني لي زالغ اسمو كلادو فوغا. غنشوفو النوع الثالث هو ابلوستيك. ابلوستيك هو فيلامون كونستيتي دين فيل دو سيليل سيباري بار لا كلوازون ترانسفيرسال. شتي دابا هاد ابلوستيك هو اللي عنده كلوازون ترانسفيرسال وكل سيليل فيها واحد النوايو. ديك جوج ليكزومبل اللي شفناهم قبل يعني سيفوني و ايمي سيفوني فيهم بزاف ديال لي نوايو ولكن هنايا هاد لي تيب الثالث ابلوستيك يعني كل سيليل فيها نوايو ديالها وفيها وهما مقسمين يعني كل سيليل يعني مقسمين هاد لي سيفون مقسمين بكلوازون ترانسفيرسال. وعندنا هنايا التيب الاخراني هو بوليستيك يعني بزاف ديال لي سيفون وفي يعني مقسمين نقدروا نقولوا لهم بارونشيماتي بحال لي تيسي يعني كنشبههم وصافي. المهم عقلوا على سيفوني ايمي سيفوني اي بوليستيك اي نوع اخر ابلوستيك على اربعه ديال لي تيب ديال ستركسيور دو فيلامون. غنشوفو دابا لا كروسونس دو طال. لا كروسونس دو طال كاين اما عرضي واما طولي. لا كروسونس اون لونغور ولا ايبيسور. لا كروسونس اون لونغور هو واحد الكروسونس اما كيكون ديفيز ولا كيكون كروسونس نو لوكاليزي. ديفيز هو ولا نو لوكاليزي يعني جميع الاتجاهات كيكون واحد الكروسونس ولكن كروسونس لوكاليزي كيكون غير في واحد الاتجاه غير في واحد النقطة كيكون تسمى الكروسونس. وديك الكروسونس لوكاليزي هو اللي كيكون عند لي زالك اللي كيكونوا ايفولي يعني كيكونوا جد متطورين. ياك غنشوفو الانواع دابا. كاين لا كروسونس ابيكال وكاين لا كروسونس انتركالير.
ابيكال كيكون فوقي. دابا غنشوفو الفوطو ديالو. المهم لا كروسونس ابيكال ولا تيرمينال نقدروا نقولوا له. وكاين لا كروسونس انتركالير كيكون في الوسط ديال الفيلامون. وكاين لا كروسونس تريكو تاليك. وكاين لا كروسونس مارجينال. غنشوفوهم دابا. هذا هو الكروسونس ديفيز، يعني في جميع اتجاهات لا سيليل. اي لا سيليل في الفيلامون كتكون عندها الكروسونس. ولكن لا كروسونس تيرمينال شتي هي في الفوقي، فوقي وصافي عندها الكروسونس. اما الكروسونس انتركالير كتكون في الوسط، كيكون عندنا الكروسونس غير لا سيليل اللي كتكون في الوسط ديال الفيلامون. لكن عندنا عاود كذلك الكروسونس تريكو تاليك. شنو كنقصدو كروسونس تريكو تاليك؟ هو واحد الكروسونس لي لا سيليل ديالها كتكون هيتيروجين، يعني كتكون مختلفة. يعني شنو كنقصدو بها؟ كنقصدو ان ديك لا سيليل اللي كيكونوا اللي كتكون من تحت هي اللي كتعدل لنا الكروسونس ديال لا سيليل ياك. والاصيل اللي كتكون عندنا الفوقي كترجع لنا بحال البوال، يعني بحال البوال، بوال بحال يعني بحال الخيوط صغارين. صافي انا بغيت نشرح لكم وصافي، ماشي هاد تريكو طاليك باش تفهموه. وعندنا الكروسونس مارجينال. كروسونس مارجينال كيمشي بحال كي هو كيكبر هو كيتوسع، هو كيكبر هو كيتوسع، هذاك مارجينال. صافي المهم عقلوا على كروسونس ديفيز، كروسونس تيرمينال، كروسونس انتركالير، كروسونس تريكوتالي، كروسونس مارجينال. المهم نتوما عقلوا على هاد الاربعة، اما التفاصيل ماشي مهمة. كنعطيكم غير المهم صافي، التفاصيل ماشي مهمة. عندنا لا كروسونس ايبيسور، يعني عرضي. لا كروسونس ايبيسور دو طال، يعني كيكون عند كنشبرو لا فورم ابلوستيك كتمشي لنا لا فورم بوليستيك، يعني كتكون عندنا لا فورم ابلوستيك ياك، وكتمشي لنا اورغانيزاسيون فير بوليستيك. صافي نتوما عارفوا ان ابلوستيك فير بوليستيك. الى قال لك عطيني ليكزومبل كتقولوا لي زالك برين، شنو الاسم ديالها؟ لاميناريا. صافي ها هو، هذا هو يعني كروسونس ايبيسور. نعدلو ريزيمي داكشي اللي قلنا، خصك تعرف شنو هو لي طال، شنو هي لي تيب ديال كروسونس، شنو هما لا ستركسيون ديال فيلامون، الانواع ديال لي فيلامون دو طال. صافي واحد الحاجه اخرى، الى قال لك عطيني لي زالغ، يعني شي اكزومبل ديال لي زالغ اني سيلولار، يعني وحدات الخليه، كتقول له دياتومي. وصافي وبون كوراج والله يعاونكم، تلقاو فيديو ان شاء الله اللي ماشي. بارتي ديال لي زالغ. وصلنا دابا بارتي خمسة، اليوم غنشوفو لي تيب مورفولوجيك. المهم قبل ما في الاخر ديال الفيديو غنشوفو بعض الاسئلة والاجوبة اللي كطيح في هاد البارتي، كذلك بارتيات اخرى ان شاء الله. المهم عندك هنايا لاباري فيجيتاسيون ديال لي زالغ بحالها بحال الشامبينيون. عنبداو اول تيب. اول تيب هو لارشيوطال، يعني ارشيو طال. هو ارشيو هي شي حاجة قديمة، طال هي لاباري فيجيتاسيون ديال لي زالك.
الكاركتيرستيك ديالهم هو واحد لاباري فيجيتاسيون بلي سامبل، يعني بسيطه، شي حاجه بسيطه. عندك هنايا جميع يعني توت مورفولوجيك ديال لي سيلين سومبلابل، يعني نفس المورفولوجيك يعني متشابه، يعني بحال بحال. عندك هنايا لا كاباسيتي، عندهم نفس الكاباسيتي، لا ميم كاباسيتي ديال ديفيزيون ديال التكاثر ديال هاد لي سيلين في ارشيوطال، ما عندهمش ني با دو كومونيكاسيون انتر سيلولير، ما كاينش واحد الكومونيكاسيون في لا سيلين. الارشيوطال بو ايتر موبيل ولا ايموبيل. الا كانت موبيل ليكزومبل ديالو هو موناديود، ديفيزيون ديالو بار بي بارتيسيون. بي بارتيسيون كتقال في ريبرودكسيون اسيكسيل غير جنسي. بو ايتر سوا اونيسيلولير. الا كان عندك هاد لي زالك اونيسيلولير، الاسم ديالو ولا ليكزومبل ديالو، اكزومبل كنقولو له كلامي دوموناس. كلامي دوموناس ساعات تشوفوا الشكل ديالو، كلامي دوموناس هو واحد لي زالك اونيسيلولير، عنده لي فلاجيل. يقدر يكون سوا كولونيو، يعني كولونيو هو بحال مستعمرات، ولا سينوبيو، كولونيو بحال مستعمرات. قال لك هنايا سيغتان لي زالك فيلامونتوز سامبل كروسونس انديفيني، يعني قال لك هنايا في هاد الارشيوطال كاين واحد لي زالك يعني فيلامونتوز، يعني بحال الخيوطة، سامبل يعني عاديين، عندهم الكروسونس انديفيني. كروسونس انديفيني هو غير منتهي، يعني كيبقى غير يكبرنا، كيكبر كيكبر كيبقى يكبر. ليكزومبل ديالو هو سبيروجيرا. صافي، يعني فهمتوا الكاركتيرستيك ديال الارشيوطال. غنشوفوا دابا هاد ليكزومبل ديال كلامي دوموناس، هذا هو كلامي دوموناس. ها هما عنده لي فلاجيل، عنده لي كلوروبلاست، عنده البيرينويت، عنده مهم جميع لي زوركان ديال باش كي يبقى حي، هو اوني سيلولير. دابا غنشوفو لي تيب الثاني. لي تيب الثاني هو لي بروتوتال، ولا كنقولو له نيماتوتال، نفس المصطلح. هو سيفوني ابلوستيك، يعني سيفوني ابلوستيك، كنا شرحنا هاد سيفوني ابلوستيك كيفاش، يعني سيفوني بحال السيفون، بحال الخيط في دامو. ابلوستيك هو الكاركتيرستيك ديالو هو كيكون عنده كلوازون في الوسط، يعني انقسامات في الوسط. المهم شرحنا هاد ابلوستيك وسيفوني فيديو لينكاز. المهم كملوا هاد لا بروتوتال ولا نيماتوتال، عندهم لاباري فيجيتاسيون دوغري دو لا ديفيرونسياسيون سوبيريور دو دي بريسيدون، يعني هو متطور على اللي شفناه دابا، متطور على ارشيوطال. صافي حتى لهنا مزيان. هاد قال لك هنايا لي فيلامون اون اون كرواسونس انديفيني، حتى هو عنده الكرواسونس انديفيني غير منتهي، وكذلك هو عنده الغاميفيكاسيون، يعني هو عنده لي غاميفي، يعني متفرع، عنده تفرعات. هاد لا بروتوتال ولا نيماتوتال عنده الكومينيكاسيون بريزونت، يعني عنده كومينيكاسيون انتر سيلولير. صافي، لان ارشيوطال ما عندوش كومينيكاسيون انتر سيلولير، هذا عنده. لي طال بيان ديفلوبي هو اون بارل دو كومبليت، يعني ملي كنقولوا ان ليطال بيان ديفلوبي يعني جد متطور، يعني كومبليت هو متكامل. عنده جوج ديال الحاجات، عنده بارتي غامبو، هو بارتي غامبو كنقصدو بها هي بارتي فيكسي اللي كتفيكسا. ليكزومبل ديالو الفا، وعنده بارتي دريسي. بارتي دريسي هو اللي فيها الغاميفيكاسيون كما كتشوفوا في التصويره هنايا، يعني بارتي دريسي وبارتي رامبو يعني فيكسي.
دابا غنشوفو لي تيب التالت. لي تيب التالت هو لي طال كلادومين ولا كلادو طال، نفس المصطلح هو بيان سبيسياليزاسيون. هاد لي طال يعني هو بيان ديفلوبي، يعني زايد على لي طال اخرين. سو طال ريبريزونت شي لي زالغ ياك لي لاباري فيجيتاسيون دوغري ديفيرونسياسيون مورفولوجيك لو بلي افونسي اي دونك بلي ايفولي، يعني جيت متطور برينسيبال يعني عنده كروسونس كونتيني اللي كنسميوه يعني مستمر اللي كنسميوه لي زاكس يعني اكس، وعنده لي غامو. لي غامو هو يعني تفرعات ولا الغاميفيكاسيون، عندهم كروسونس ليميت يعني محدود اللي كنسميوه بليغيدي. قال لك ان ان لي واحد لا سيلي جات بين بليغيدي اي لي زاكس كنسميوها سيليل كوكسال. سيليل كوكسال جات بيناتهم. دونك هاد بارتي دريسي الا كان عندها وانسول فيلامون، انسول فيلامون ولا انسول سيفون، يعني شنو اللي كنقصدو؟ كنقصدو عندها اما كتكون عندها واحد الفيلامون اكسيال ولا سنترال، يعني ان هاد لي فيلامون عندها واحد لاسيلي الانيسيال. هاد لاسيلي الانيسيال من تما كيوقع لنا الكروسونس، كنسميو هاد الكلادو سوغا دي اني اكسيال، لان اني هي واحد يعني انسول سيفون ولا انسول فيلامون اكسيال. اني اكسيال كلادوم اني اكسيال، عقلو لا اني اكسيال عندو انسول سيفون ولا انسول فيلامون، عندو واحد لاسيلين انيسيال، من تما كيوقع على الكروسونس. ها هي عندك هنايا لي غيديم لي غامو، هاد لي غامو هادو هما لي غامو، هذا هو لي زاكس لي فراس لي زاكس، يعني لي زاكس دي كلادو، وهذا هو كامل بارتي دغيسي لي جا الفوق صافي تي لي كاين. وهادي هنايا لي فر في الوسط سيليل كوكسال. سيليل كوكسال شتي اذا شتي هنايا هاد الكلادوم هو اني اكسيال، لان عنده انسول سيفون ولا انسول فيلامو، فيلامو واحده. نشوفو تيب الثاني هو بليزيور لي زاكس، عنده بزاف ديال لي زاكس اكس ولا بزاف ديال لي فيلامو ولا بزاف ديال لي سيفون. المهم بليزيور اكس او فيلامو سنترال اورغانيزاسيون يعني بوليستيك، يعني بوليستيك عنده بزاف ديال لي سيفون بوليستيك، او اونكور بليزيور سيفون يعني بوليستيك هو بزاف ديال لي سيفون ولا بزاف ديال لي فيلامون. هاد لي كلادوم دون سوكا يعني لوكا سوغا دي ملتي اكسيال، يعني ملتي هي بزاف، ملتي اكسيال يعني بزاف ديال لي سيلين انيسيال عنده. سا كرواسون سوفي ابارتير دو بليزيور سيلين انيسيال، يعني عنده بزاف ديال لي سيلين انيسيال صافي. يعني هاد لاخصو هاد لي تيب التالت، تيب التالت دو كلادومين ولا كلادوبا، عندو جوج ديال لي تيب، اما اني اكسيال اللي عندو ان سول سيفون وعندو ان سول سيليل انيسيال، تما كيوقع على كروسونس، ولا عندو بليزيور اكس ولا بليزيور فيلامون ولا بوليستيك نفس المصطلح ولا بليزيور سيفون، كنسميوه ملتي اكسيال، لان عندو بزاف ديال لي سيليل انيسيال، عنده بزاف ديال لي سيلين انيسيال. هذا هو الشكل ديالو، بزاف ديال لي سيلين انيسيال، انت غادا تشوفو لي سيلين انيسيال هما هادوما، هو اكس بلي غيديم هما هادوما، هادا بلي غيديم هو قلنا الغاميفيكاسيون ديالو،
صافي هذا ملتي اكس يعني الشكل واضح صافي يعني فرقوا بيناتهم هذا يعني جيبيهو هذا ملتي اكسيال هذا يعني اكسيال عندك هنايا لاباري دو فيكساسيون لاباري دو فيكساسيون سو يعني سور لا سيبستراتيوم سيبستراتيوم اما كتكون مينيرال ولا كتكون يعني ميني يعني لاباري فيكساسيون ديالو كتكون مينيرال ولا كتكون ايبيليد ايبيليد ولا ايبيفيت فيت هي فيجيتون ولا اندوزويد اندوزويد هو انيمال يعني فيكساسيون كي تفيكس على شي حاجه انيمال ولا مينيرال صافي ايبيفيت ولا اندوزويك ولا ايبيليد ايبيليد صافي هادشي اللي كاين وغنشوفو دابا بعض الاسئله والاجوبه اللي كطيح في الامتحان قالك السؤال ديفيني ان كلادوتال اي اكسبليكي لي دو غران تيب الجواب هو لو كلادوتال هو واحد يعني كلادوتال هو واحد لاباغي فيجيتاسيون بلي ايفولي يعني زايدة دوغري يعني بيان ديفلوبي هي عندها ديفيرونسياسيون وعندها سبيسياليزاسيون وعندها كاتخ سبيسياليزاسيون يعني كاتخ كاركتيرستيك ديالها هي الكروسونس الغاميفيكاسيون فيكساسيون وبرودكسيون هاد الكلادوتال اون بو رونكونتري دو كاتيغوري دو رامو عندنا لي رامو برانسيبال يعني فيلامون برانسيبال لي هما كروسونس عندهم كروسونس كونتيني كنسميوهم ابولي لي زاكس دو كلادو وعندهم لي رامو دو كروسونس ليميتي لي كنسميوهم بليريدي هذا الجواب الاولاني الجواب الثاني تكمله الجواب هو قال لك هو Généralement, on peut définir deux grands types de cladons. Le cladon uniaxial, voit le cladon a un seul filament ou un seul siphon. Pensez-moi uniaxial, cladon uniaxial. Emma, on définit le cladon multiaxial, voit un plusieurs axes, yani plusieurs سيليل إنيسيال يعني بوليستيك يعني ليزيو فيلامو يعني هذا هو الجواب السلام عليكم اصدقائي صديقاتي اليوم غنكملوا على البيولوجي فيجيتال البارتي ديال لي زالك نهضروا على لي ريبروديكسيون لا ريبروديكسيون اسيكسييل اي ريبروديكسيون سيكسييل عند لي زالك وصلنا بارتي دابا 6 مهم لا ريبروديكسيون اسيكسييل عند دوبيا عندك لي تيب غنشوفو التيب الاولاني التيب الاولاني هو لا ميلتيبليكاسيون ولا ديفيزيون سيلينير ولا بي بارتيسيون بحال بحال لا بي بارتيسيون شنو زعما هي واحد لا سيلين كيدوق على دوبل ديال ماتيريال جينيتيك كدوبل ماتيريال جينيتيك من بعد كيوقع على في الوسط سيباري ملي كتسيبارا كيجيو نوع يعني كتعطينا جوج ديال لي سيلين في دونك ملي كيتسيباريو عاود ديك لا سيلول في كيكبروا لنا كيعطيو لنا عاود واحد سيلول كبيره من بعد كيوقع لها عاود ميتيبليكاسيون ياك ميتيبليكاسيون ديال يعني دوبل ديال ماتيريال جينيتيك ديال الدي ان زعما عاود كيوقع لهم سيباريو وهيدا كيعطيو لنا لا سيلول يعني كيوقع لهم دائما ميتيبليكاسيون يعني ديفيزيون دائما ديفيزيون سيلول عند من كدوقع عند انيسيلين عند اللي عندهم واحد الخليه عندك هنايا لي تيب الثاني التيب الثاني هو الفراغمونطاسيون دو تال ولا ميلتيبليكاسيون فيجيتاتيف يعني شنو زعما كنقصدو ديال
كنقصدو بالمولتيبليكاسيون ولا فراغمونطاسيون دو طال، هو واحد عندك واحد الطال كبير كيوقع له فراغمو، كيتقطع لنا واحد الفراغمو صغيور منه، ديك الفراغمو صغيور كيطيحنا في الارض، يعني كيطيح في البحر كيطيح في الارض طبعا، كيوقع له البوتيراج. البوتيراج هو تنبت، كيتنبت وياه، من بعد كيوقع له البورجونمون. البورجونمون صافي كيخرج البورجو ديالو، الغاميفيكاسيون ديالو صافي، كيعطينا واحد الطال، ان نوفيل طال. هذا هو الفراغمونطاسيون دو طال. عندك هنايا دابا شفنا جوج ديال لي تيب. دابا غنشوفو في هاد الريبرودكسيون اسيكسيي كاين واحد النوع اخر، كاين واحد النوع ديال لي اسمو هو لي سبور. في هاد لي سبور كاين جوج دو تيب دو سبور، كاين سبور ريزيستونس، كاين لي سبور ماشي ريزيستونس، يعني سون ريزيستونس. دابا غنشوفو النوع الاولاني هو سبور سون كاباسيتي ريزيستونس، يعني ما عندوش شي ريزيستونس. شنو زعما؟ يعني ان هاد لي سبور، اول حاجه خصك تعرف قبل من ما نشرحو هادي شنو سيست. سيست هو اورغان دو ريبرودكتور عند لي طال. سبور شنو سبور؟ سبور هما اللي عندهم دو ان. شنو دو ان؟ هو هما ديبلويد، عندهم ثنائية صيغة صبغية. سبور عندهم ثنائية صيغة صبغية صافي. المهم كملوا، شني سبوروسيست؟ سبوروسيست هو واحد لونفولوب اللي فيه لي سبور صافي، واحد هو لورغان فيه لي سبور. قلنا المهم نشرحوا هاد سبور سون كاباسيتي دو ريزيستونس. قلنا هاد لي سبور الا كان واحد الكونديسيون ماشي فابورابل يقدر يوقع لهم ديسباري، فهمتي؟ يقدر يوقع لهم ديسباري، كي يوقع لهم صافي كيموتوا لنا، بحال اللي كيموتوا. هاد لي سبور يقدروا لنا ملي كيطيحوا في الارض كيوقع لهم الجير، كيوقع لهم جيرميناسيون باش كيعطيونا ان نوفيل انديفيدي، ولكن هو كيكون ايدونتيك نطال اللي عطانا هاد لي سبور، كيكون نفسه بحال فحال ايدونتيك. نشوفو قال لك هنايا سيغتان سبور سون انكابابل دو موفمون. قال لك كاين سبور ما كيقدروناش يمشيونا، كيخلفو ولا يمشيو سون دي. شنو كنقولو لهم المصطلح؟ المصطلح ديالهم ابلانو سبور. متسمع ابلانو سبور هو لي سبور ما كيقدروناش يخلفو، يعني incapable de mouvement. كاين لي سبور اللي كيقدروا لنا يخلفوا، شنو كنسميوهم؟ يعني capable de déplacer à poli زو سبور. متسمع زو سبور هو كيقدر يخلف، حيت زو سبور يعني كتعني انه عنده لي فلاجر. لي فلاجر يعني الصوت باش كيقدر يعدل الموفمون. عندك هنا فورماسيون دو سبور ريزيستونس. دابا تشوفوا لا سبور ريزيستونس، هاد سبور ريزيستونس هو كابابل دو مونيو ان في، يعني هو كي يعني كي ادابتا ادابتاسيون في الميليو، واخا يكون الميليو دي فافورابل كيبقى فيه. ملي كيجي واحد يعني كيكون في ديك الميليو زعما، كيكون ديفافورابل لهاد الميليو، ديك الميليو الكونديسيون ديالو ملي كتشونجا يعني كتغير كترجع لها فافورابل، ديك سبور كيوقع على الجيرم، حيت هاد لي سبور هما ريزيستونس ما كيوقع لهم شي، ما كيموتو الناس، فهمتو؟ و الانواع ديال لي سبور ريزيستونس كاين ثلاثة، كاين كيست، كاين اكينيت، كاين اسينيت، ثلاثة صافي. مون فرقوا بين لي سبور ريزيستونس و لي سبور سون ريزيستونس. دابا نشوفو لا ريبروديكسيون سيكسيال، توالد الجنسي. قالك هنايا دو اونفيرون يعني كاين عندنا جوج ديال ايفينمون دي كومبليمونتير.
événements complémentaires, يعني الميوز et la fécondation. ميوز ou fécondation. قالك la cellule spécialisée ديال fécondation كنقولوا لها لي غاميت. لي غاميت هما الامشاج. سو سيري سيكسيال هاد لا هاد لي غاميت هادوما عندهم ان سول اكزومبلير، يعني عندهم واحد، يعني عندهم واحد، عندهم مثلا الدين، عندهم واحد الدين صار، يعني بالمعنى اخر هما ابلويد. يعني مثلا انا نزيد نشرح، مثلا اعطيك ليكزومبل بالانسان. الانسان عنده 46 كروموزوم، 46 كروموزوم. الغاميت ديال الانسان كيكونوا عندهم 23 كروموزوم، 23، يعني 46 كنقسموها على جوج كتعطينا 23. 23 هما ابلويد، يعني احادية صيغة صبغية. هما هادشي اللي باش اللي قصدت لك لي غاميت هما ابلويد، يعني ان صافي، يعني ممكن نزيد نبقى نبسط باش تفهموا، باش ما يبقاش المشكل في هذا البيولوجي فيجيتال، ما يبقاش مره. مهم نكملوا. قلنا لي غاميت، عندنا لي غاميت دابا عطيتكم هنايا كيفاش كيتوقع لنا الفيكونداسيون. عندنا هنايا لي غاميت مال، وعندنا لي غاميت فامي. عندك هنايا هنايا عندك الفيكونداسيون، شتي الغاميت مال عندو ابلويد، والغاميت فاميل عندو عاود ابلويد، يعني ان. دونك كيوقع لهم الفيكونداسيون كيعطيونا الزيغوت. الزيغوت شنو هي؟ الزيغوت هي واحد بيضة بحال كنقولو البيضة مخصبة، ديبلويد. ديبلويد ديبلويد هي كتكون عندها دو ان، ثنائية صيغة صبغية. هنايا سكوم دركزو مزيان، عندك هنايا لي غاميت، عندك هنايا غاميتو سيست. غاميتو سيست عند لي زالك طبعا، وكذلك عندهم حتى لي سبوروسيست. سبوروسيست هما دو ان، لي غاميتو سيست هو ان. لي غاميتو سيست هو واحد لونفولوب ولا لوغان فيه لي غاميت، حتى سبوروسيست فيه لي سبور. اما سبورونج، شني سبورونج؟ سبورونج هو لي سبور وكتزيد لا رونج، هما دو ان. اي لو غاميتونج، غاميتونج هو لي غاميت، غاميت عندو ان. عند من هاد سبورونج و غاميتونج عند الكورموفيت. شني الكورموفيت كنقصدو بيه؟ الكورموفيت هو لي بلون سيبيريو، يعني الشجار وكدا بحال انجيوسبيرم ولا جيميوسبيرم. مهم حنايا نكملوا على الدرس ديالنا. قلنا لي غاميتو سيست هي اذا دابا خصكم تركزوا مزيان. عندك الغاميتو سيست، اذا بغينا نهضروا على لي غاميت مال، شنو غنقولوا؟ غنقولوا ان هاد الغاميتو سيست كيعطينا فيه لي غاميت مال. هاد لي غاميت مال شنو كيتسموا؟ شنو كيتسم؟ شنو الاسم ديالو؟ المصطلح ديالهم، المصطلح ديالهم اما كتقول لهم غاميتوسيست مال ولا سبيرماتوسيست. صافي عقلوا لا، غاميتوسيست مال اما كتقول له غاميتوسيست مال ولا كتقول له سبيرماتوسيست. صافي. اما الى جا، اما ملي كنقول لك لي غاميت مال موبيل، شتي زدت لك موبيل يعني كيتحرك سوندي. ملي كنقول لك هاد موبيل، يعني شنو كنقصد لك؟ انا كنقصد لك ان سبيرماتوزويد. سبيرماتوزويد هو واحد الغاميت مال، هو موبيل كيتحرك. ولا كنقول له اونتي زويد. اونتي زويد المهم بحال مصطلح هاد الجوج، سبيرماتوزويد ولا اونتي زويد. قال لك عند لي زالغوز، عند لي زالغوز لي غاميت مال سون ديبوربي دو فلاجر. قال لك سيدي ان عند لي زالك الحمار ولا غوز هما ما عندهمش لي فلاجر، ما عندهمش مره
شني كنقول له الاسم ديالو دونك ملي كيكون ما عنده شي فلاجر شنو الاسم ديالو سبيرماتي سبيرماتي عقل على سبيرماتي عند لي زالك روج صافي مهم هما بعض لي زالك روج سبيرماتي عقل عليها دابا هضرنا على لي جاميت ما دابا غنشوفو لي جاميت فاميل قال لك لي جاميتو سيست لي فيه لي جاميت فاميل ايموبيل يعني ما كيتحركوش سون دو جاميتوسيست فاميل اما كتقول له جاميتوسيست فاميل ولا كتقول له اوسيست ولا كتقول له اوغون اوغون اوسيست ولا جاميتوسيست فاميل هذا باش كنهضروا على لي جاميت واش كيتحوش هما ايموبيل صافي اما الاسم ديال لي جاميت كنقولوا لي جاميت فمي سون دي اما الاسم ديالها شنو الاسم ديالها ديال لي جاميت هو او سفير او سفير هو لي جاميت فميل صافي او سفير هو لي جاميت فميل اما اذا ملي كنجيو نهضروا على لي جاميت فميل ايموبيل ايموبيل كنقولوا لي جاميت دو سيست فميل ولا كنقولوا له او سيست ولا اوغون صافي عقلوا على اوسفير اوسفير هو لي جاميت فميل هو لي جاميت فميل عقلوا عليها مزيان دابا هذه هنايا الشيما الشيما عاد وضحنا بزاف د الحاجات عندك هنايا عندك هنا الفوق انيزوغامي شنو كنقصدو بانيزوغامي ميتسمع انيزو شي حاجه مختلفه شي حاجه مختلفه انيزوغامي يعني شنو اللي نقصد ان لي جاميت مختلفين ياه زيد ما فهمتيش زيد قول لي علاش مختلفين شنو الاختلاف الاختلاف تينا ملي كتشوف هنايا من داخل هاد الجاميت اللي دخلت فميل هو اوسفير اوسفير هذه هي الدواره الكبيره اسمها اوسفير الجاميت فميل هادو هما اللي مدورين هنايا بها ليغاميت مال ليغاميت مال ليغاميت مال هما اش كتقول لي علاش زيد فهمني زيد شنو الاختلاف الاختلاف هنايا هو الجاميت فميل هي كبيره وما عندهاش لي فلاجير اما الجاميت جاميت مال عندهم لي فلاجير وصغار زائد واحد الحاجه لا موداليتي دو فيكونداسيون النوع ديال فيكونداسيون شنو الاسم ديالو كتقول له اوغامي قال لا موداليتي دو فيكونداسيون السؤال في امتحان كيتحط لا موداليتي دو فوق دو فيكونداسيون كيقول لك عطيني موداليتي دو فيكونداسيون عند لي زار كدا كدا صافي مول انيزوغامي هو امشاج مختلفين ولا لي جاميت مختلفين اما اوغامي لهذه اللي تحت اوغامي هما هو موداليتي دو فيكونداسيون صافي هذه اللي في الوسط اوسفير اللي مدورين لي جاميت مال صافي نجوزو قال لك هنايا شي لي زالغوز عقلوا لي هنايا هاد لي زالغوز سبحان الله كطيح في امتحان بزاف شي لي زالغوز عند فلوريدي يعني اكزومبل فلوريدي لي جاميتوسيست فاميل ابولي لي جاميتوسيست عند فاميل شنو كنسميوه كاربوغون هاد الكاربوغون هو الجاميتوسيست عند الانثى سو ديرنيير اي برولونجي ان فيلامو قال لك هادي غنشوفو دابا الشيما ديالها باش تفهمو قال لك هاد الكاربوغون هي عندها واحد الخيط يعني فيلامو غري ولا بوال بلي ولا موان لونغ اما قصير واما طويل هو شنو الاسم ديالو ديك اللي فيلامو اسمه تريكو جين تريكو جين كي سيت كي كولكتي فيكتور ديال سبيرماتي يعني هو ديك سبيرماتي ديك الجاميت مال
كيلصقنا في ديك في تريكو جين في تريكو جين ملي كيلصقنا صافي تما كيوقع له الفيكونداسيون وعقلته على ديك سبيرماتي ياك سبيرماتي هو لي غاميت مال ديال لي زال لي عند لي زالك روج صافي عقلو على هادي مزيان تريكوغين هو ديك الفيلامون عقلو عليه هنا هذا الشيما الشيما باش تفهمو قلنا عمدو من الراس انيزوغامي شني انيزوغامي هو شي حاجة مختلفة ياك زيد قولي عندك هنايا عنشوفو هادي هذا هو ديك لي فيلامو هذا هو لي فيلامو اللي قلت لك هو اللي اسمه تريكوغين ها هو تريكوغين اسمه رسمته هنايا هذا عاودته هنايا بالعاني باش باش يبان مزيان هاد تريكوغين هذا هنايا كيلصقنا سبيرماتي ها هو سبيرماتي ما عندوش لي فلاجر ما عندوش صغيور كيلصقنا في تريكوغين باش كيوقعنا في كونداسيون ياك وهذا الغاميت غاميت فهميت شني اسمه كاربوغون كاربوغون شتي هذا هو الكاربوغون غاميتو غاميت غاميت ديال انثى يعني غاميت غاميت فهميل وزيد شني الموداليتي ديال الفيكونداسيون في هاد الحاله هذه كتقول له تريكو غامي تريكو غامي تريكو غامي عقلوا عليها مزيان انا كنعاود هادشي باش باش تدخل من الراس تريكو غامي صافي عند من هاد تريكو غامي عند لي زال غوج يعني مفهوم هادشي هذا قال لك سيدي ان لورغان ريبروديكتور مال اي فيميل كي كو بو ايتر بار انديفيدي سيباري يعني ديستينك il y a donc total mâle et total femelle. Dans ce cas, l'espèce a tal ou la sexe yani séparé. Yani, l'isme dialo diwik ou la unisexie. Chini ki qsdo naye, ki qsdo anna, qallek, ila kan andik juj dial li tal, yani mâle et femelle. Qallek asidi, huma, يعني طالب وحده اخر طالب وحده جاو وقالهم انا عطاونا الامشاج هذيك لي كاميت لي كاميت وقالهم في كونداسيون في هذه الحاله الاسم ديالها كنقولوا دي هي جوج ديويك ديويك ولا انيسكسي يعني لي كاميت مختلفين هذا هو المقصود زعما L'exemple d'Iala Elva, Lactica. Par contre, la même individu, yani ando, deux types d'Iala gametocystes. Il y a qu'un ando, deux types d'Iala gametocystes, yani a qu'un ando, deux types d'Iala gamet. Donc, had l'espèce hada, ando un seul tal. Yani ando un seul tal, li anna huwa li kiartina juge d'Iala type d'Iala gamet, femelle et mâle. في هذه الحالة شنو كنسميوه المصطلح هو مونويك ولا بيسيكسي بيسيكسي هي كتعني ايرمافروديت هو خنثى يعني فيه جوج ديال لي تيب كيعطينا كي برودوينا جوج ديال لي تيب لي كاميت دابا غنرجعو لموداليتي دو فيكونداسيون اللي كنا هضرنا عليها قبل قلنا شني ايزوغامي شني ايزوغامي إيزوغامي هي الأمشاج ولا ليغاميت متشابهين أما أنيزوغامي هما ليغاميت ماشي متشابهين أوكي دابا موداليتي دي فيكونداسيون دو لا فيكونداسيون غنشوفو بلانوغامي شنو هو بلانوغامي بلانوغامي هو واحد الموداليتي دو فيكونداسيون هو الفيزيون دو غاميت موبيل سيت يعني اسمع موبيل بلانوغامي شي حاجة موبيل يعني فيزيون دو غاميت موبيل يعني غاميت مال موبيل اي غاميت فميل موبيل يعني متحركين عندهم لي فلاجر صافي
cette fécondation pour être qualifiée. هاد الفيكونداسيو هاد الموداليتي دو فيكونداسيو تقدر تكون عند كتكون عند ايزوغامي اللي عندهم لي جاميت متشابهين يعني ايدونتيك. ليكزامبل كنا شفناه في الفيديو السابق كلامي دوموناس كلامي دوموناس ولا تقدر تكون عند انيزوغامي انيزوغامي هو الامشاج يعني ولا لي جاميت مختلفه ولا كنقولوا له هيتيروغامي هيتيروغامي ولا انيزوغامي فحال فحال مصطلح فحال فحال هيتيرو شي حاجه مختلفه ليكزامبل عند الفا الفا لاكتيكا صافي مفهوم بلانوغامي بلانوغامي شي حاجه عند دي فلاجر يعني موداليتي دي فيكونداسيون عندهم دي فلاجر وكتكون عند إيزوغامي وعند أنيزوغامي. دابا غنشوفو أوغامي موداليتي دو فيكونداسيون أوغامي هو فيزيو أونتر إن غاميت فاميل إي موبيل ماشي متحرك ما عندوش لي فلاجر إي لي غاميت مال عندو لي فلاجر صافي جوج ديال لي غاميت فاميل ما عندهاش لي فلاجر ولي مال عندها لي فلاجر هذا هو موداليتي دو فيكونداسيون عند لي اسم ديالها اوغامي ليكزومبل هو فيكال ولا فوكس فيكال هو ليكزومبل واحد لي زالك قال لك شي لي زالك روج يفولي ليكزومبل فلوريدي اي لو قال لك اسكوميسيت دخلتكم تاع اسكوميسيت عند الشامبينيو يعني المهم اسكوميسيت اصلا تقريبا بحال موداليتي دي فيكونداسيون بحال تقريبا بحال لي زالك اصلا هي عندها لاباري فيجيتاسيون بحال المهم دخلتكم ملي عمشو نرجعو شامبينيو عتفهمو شني اسكوميسيت المهم حنايا خصنا نفهمو الموداليتي دي فيكونداسيون في هاد الحاله عند لي قال لك عند لي زالغوج ايفولي اي لي اسكوميسيد هاد اوغامي بارتيكولاريتي اي رياليزي اونتر لي غاميت دي بوفي قال لك في هاد لي زالغوج عنده شني في هاد الحاله الفيكونداسيون كتوقع ما بين الغاميت دي بوفي دي فلاجر ما عندوش لي فلاجر الاسم ديالها تريكو غامي كنت شرحته قبل اي دابا شرحته تريكو غامي اذا رجعتو عتجبرو الشيمه ديالها تريكو غامي شي لي زيغوميسيت ولا لي زالك فيرت زيغوميسيت يعني شنو هنايا عند لي زالك فيرت شنو كيوقعنا ليبيغاسيون ديال لي غاميت ملي كيتليبيغا لي غاميت كيوقع لهم فيزيو ملي كيوقع لهم الفيزيو صافي كيوقعنا كيعطيونا الزيغوت يعني الفيزيون دو غاميت مال اي فيزيون دو غاميت فاميل كيعطيونا واحد الزيغوت هاد الموداليتي ديال فيكونتاسيو اسمها سيستوغامي باش تفهموها مزيان غتشوفوا شي ما دابا مون سيستو غامي عقلو لا سيستو غامي عقلو لا بلانو غامي عقلو لا او غامي عقلو لا سيستو غامي وعقلو لا تريكو غامي اربع كاين اربع اذا جيتي تشوف كاين اربع ديال موداليتي دي فيكونداسيون كاين اربع وشني كاين اخرين كاين جوج ديال الحاجات اللي هما ايزوغامي اي انيزوغامي صافي عقلو لا هادوما ايزوغامي شي حاجه متشابهه امشاج متشابهين انيزوغامي شي حاجه امشاج غير متشابهه ولا لي غاميت ماشي متشابهين مهم ايزوغامي نزيدو نكملو سيستوغامي كتقدر توقعنا في انيزوغامي ولا تقدر توقعنا ايزوغامي هادي هي الشيما شنو كتبين ان عندنا ايزوغامي
ياك ما هو ايزوغامي هما هادو عندنا بلانوغامي، هذا هو البلانوغامي. بلانوغامي شي حاجة عندنا دو يعني دو غاميت عندهم لي فلاجر كيوقع لهم الفيكونداسيون. هنايا سيستوغامي، هذا هو السيستوغامي اللي شرحته هو الاخراني، هذا هو السيستوغامي، هذا طالب وحده، هذا اللي طالب وحده. كيجي هنايا كيوقع له هنايا كي هذا كي لي بيغي لي غاميت ديالو، وهذا اللي كي لي بيغي لي غاميت ديالو. صافي كيوقع لنا هنايا الفيزيون بين غاميت فمي اي غاميت مال. صافي كيوقع لنا هنايا الزيغوت، كيعطيونا الزيغوت عند اكثر اللي كيكون عند لي زارك فيرت هاد السيستوغامي. المهم وكاين كتوقع لنا حتى لي زارك بغين. وكذلك غنشوفو ان شاء الله في الفيديو اللي ما جاي غنشوفو السيكل ديال الجينيراسيون. هذا ليكزومبل ديال انيزوغامي. هنايا انيزوغامي شي حاجه مختلفه، يعني لي غاميت مختلفين. فينا كتشوف هنايا لي غاميت فميل يعني كبير، ولي غاميت مال صغير، يعني شي حاجه مختلفه. لي غاميت مختلفين هنايا، الاسم ديالهم هو بلانوغامي. بلانوغامي شتي هذا بلانوغامي، الاسم ديال موداليتي فيكونداسيون بلانوغامي، لانه هما شنو بلانوغامي سكون تذكروا انا بلانوغامي شي حاجه عندهم لي فلاجر، جوج بيهم عندهم فلاجر، غاميت فوميل اي غاميت مال. صافي و بون كوراج و الله يعاونكم، نشوفو مهم فيديو نيماجي ان شاء الله. وما تنساوش تعدلو لايك وتعدلو ابوني، اشتركوا اول مره كنقول لكم ياك، مهم اشتركوا في هاد القناه. السلام عليكم خوتي خواتاتي، اليوم غنكملو على الدرس ديال لي زارك، وصلنا بارتي 7. المهم هذا غنشوفو اليوم لي سيكل جينيراسيون عند لي زارك. عندنا ثلاثة لي سيكل غنشوفوهم ان شاء الله. كتذكير عندنا هنايا لي مود فيكونداسيون، عندنا ايزوغامي، عندنا هنايا انيزوغامي، هذا النوع ديال لي غاميت، واش متشابهين ولا ماشي متشابهين. لي موداليتي ديال فيكونداسيون هذا كنت شرحته فهمتي مزيان. انيزوغامي هو امشاج مختلفين، لي غاميت مختلفين، لان لي غاميت مثلا فميل كبيره وغادي لي غاميت مال صغيره. هنايا ايزوغامي جوج بيهم بحال بحال ايدونتيك. عندنا هنايا موداليتي ديال فيكونداسيون، عندنا اوغامي، وما هادشي هذا كنت شرحته في فيديو سابق مزيان. اوغامي هو واحد اوسفر ديال غاميت فاميل اللي في الوسط، وعندنا لي غاميت مال اللي في هنايا صغارين اللي عندهم لي فلاجر كيوقعنا لي فيكونداسيون. ياك هذا اوسفر و المود فيكونداسيون هي اوغامي. عندنا هنا سيستوغامي، سيستوغامي هو بحال هكذا، يعني الانديفيدي الاولاني، الانديفيدي الثاني هو هذا، كيوقع واحد الفيزيون في الوسط ديال السيتوبلازم باش كيوقع لنا الفيكونداسيون. هذا اللي غاميت مال مثلا، هذا اللي غاميت فاميل، كيوقع لنا الفيكونداسيون بيناتهم. ولا واحد الحاجه اللي غاميت فاميل ولا مال كيمشي لواحد الديه، كيمشي لواحد الانديفيدي، بحال هذا ليكزومبل، هذا مشى لواحد الانديفيدي، يعني هذا كامل مشى لانديفيدي وقالوا تما الفيكونداسيون. هاد الحاله هادي كتسمى انيزوغامي، امشاج مختلفين ولا لي غاميت مختلفين. الا في وقع الفيزيون اي في الوسط، يعني عطانا لي زيغوت في الوسط الفيكونداسيون، عتكون تما ايزو شنو اسمها ايزوغامي، يعني ايزو هي متشابهين، لي غاميت متشابهين، انيزو مختلفين. انيزو هي دابا في هذه الحاله هذه انيزوغامي. المهم على اي شيء كنت شرحته. المهم نكملو، عندنا كنا تريكوغامي، تا هو تريكوغامي عند لي زالكوج هادوما، هذا لي غاميت فاميلي اللي في الوسط هذا، وهذا انا قلت لكم عنده واحد
واحد الفيل ولا فيلامون، وديك فيلامون هو اللي كيلصق فيه لي غاميت مال. لي غاميت مال ما عندوش لي فلاجر في هذه الحاله. هما شوفوا الفيديو اللي قبلوا عاد تفهموا مزيان هاد الجهه. وعندنا بلانوغامي، كي بلانوغامي شرحته مونكوز اللي مهم في الدرس هذا. عندك هنا السيكل مونوجينيتيك ولا هابلوفازيك. شنو هابلوفازيك؟ يعني اول حاجه خصكم تعرفوا تفرقوا بين الميتوز والميوز. الميتوز شنو هو الميتوز؟ هو الميتوز هو ديفيزيون سيلولير. مثلا واحد لاسيليك كيعطينا جوج ديال لاسيليك، ديك جوج ديال لاسيليك كيعطيونا عاد جوج، يعني اربعه ديال لاسيليك هكذا، يعني انقسام خلوي. اما الميوز هو اختزال. كيف زعما؟ مثلا عندك هنايا عندك جوج ديال دو ان، يعني دو ان هو ديبلويد، لي غاميت كيرجعوا لنا ابلويد، يعني هذا هو الميوز. الميوز هو كينتقلنا، يعني انتقال من دو ان الى ان، هذا هو الميوز. مثلا عندك واحد لاسيليب، واحد لاسيليب ولا مهم تنحسبها كما كانت لاسيليب، كتعطينا أربعة ديال لاسيليب ولكن هما ان، يعني واحد لاسيليب فيها دو ان يعني ديبلويد، كتعطينا أربعة ديال لاسيليب كل واحدة فيها ان 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 ابلويد 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 هكذا. مهم يعني فهموا الفرق بين ميوز وميتوز. اول حاجة نشوفوا دابا السيكل مونوجينيتيك، وخصكم تعرفوا الفيكونداسيون مورا الميوز كيوقع لنا الفيكونداسيون تبع الميوز. مهم لا سيكل سيكل مونوجينيتيك ابلوفازيك عند لي زالك فيغت. غنشوفو لي زالك فيغت ليكزومبل هو سبيروجيرا، هذا هو السيكل دو يعني سيكل مونوجينيتيك. عندك هنايا باش دائما ما ترونوش يبداو من الفيكونداسيون، يعني يبداو من الفيكونداسيون. ها هو الفيكونداسيون. الفيكونداسيون شنو كيكون عندنا تما؟ عندنا لي غاميت مال ولي غاميت فميل كيوقع لهم تما فيكونداسيون، باش كيعطيونا واحد الزيغوت، زيغوت بيضاء مخصبه، باش كيعطينا لانديفيدي ياك. هذا مو عطانا الفيكونداسيون هنايا. الفيكونداسيون عطانا دو ان، يعني الزيغوت عندها دو ان يعني ديبلويد ياك. هاد ديبلويد هادي شنو غيوقع لها؟ غيوقع لها الميوز. هاد ديبلويد هاد الزيغوت اللي فيها اللي عندها دو ان غيوقع لها الميوز، يعني انقسام اختزالي، باش يعطينا لي سبور اللي هما ابلويد. ابلويد كتذكر خصكم تعرفوا يعني الفرق بين لي سبور فيكونداسيون ولا سكسيل، وكاين عندنا لي سبور اسكسيل اللي كنا شرحناهم في فيديو سابق. يعني هنايا كنهضروا على لي سبور سكسيل كيدخلوا لنا في الفيكونداسيون. المهم عندنا هنايا نكملوا، عندنا من الفيكونداسيون، فيكونداسيون عطاتنا دو ان، يعني حيت وقعنا فيكونداسيون بين لي غاميت مال ولي غاميت فامي. المهم كملوا، عطانا الزيغوت. الزيغوت شنو هي؟ الزيغوت هي سبوروفيت، هي فيها لي سبور. هاد لي سبور هي دو ان، دو ان هاد لي سبور وقع على الميوز. ملي وقع على الميوز عطاتنا اربعة ديال لي سبور ولكن هما ان، يعني ابلويد. من بعد ملي عطاونا ابلويد صافي مشات كتجيغما، كل واحدة منا كتجيغما باش كتعطينا واحد لانديفيدي، هذا جون بلون باش عطانا واحد لانديفيدي اللي اسمه غاميتوفيت. يعني كل واحد هاد اربعة منهم، هاد اربعة كل واحد منهم يعطيونا لانديفيدي يعني جديد، يعني ولكن لانديفيدي هو عنده ان يعني ابلويد ماشي دو ان، يعني لانه هو وقع له الميوز. يعني شنو كنقصدو بالميوز هنايا؟ وقع له لي سبور، وقع لهم ميو سبور. يعني في الدرس اذا مشيتو للكور عاد تزورو ميو سبور. ميو سبور هو لي سبور وقع لهم الميوز باش يعطاونا، باش جازو من دو ان الى ان، يعني من ديبلويد الى
ابل 8. بون جيت هاني كنبسط مزيان باش تفهموا. وزيد الكاركتيرستيك، لان في الامتحان كيبقى يقول لك اعطيني كاركتيرستيك واعطيني يعني شي حاجه مهمه في السيكل ديال المونوجينيتيك ولا ديجينيتيك ولا بريجينيتيك. مون هاد السيكل هادية هي سيكل مونوجينيتيك ابلو فازيك. ابلو فازيك هي عندها واحد لافاز. شنو لافاز اللي عندها؟ هي ابلويد، فاز ابلويد. ملي كنقول لك ابلو فازيك هي فاز ابلويد. هي وقول لي الموداليتي ديال الفيكونداسيون شنو وقعنا. كنا شرحنا هادشي. هذا هنايا عندنا موداليتي ديال الفيكونداسيون سيستوغامي. سيستوغامي هي سيستوغامي، موداليتي ديال الفيكونداسيون سيستوغامي. الا قال لك الا زاد قال لك اعطيني شني اش من النوع ديال لي غاميت هنايا، يعني واش الا قال لك اعطيني النوع ديال لي غاميت واش هو ايزوغامي ولا انيزوغامي، كتقول له هو انيزوغامي. لان شوف هنا يعني وقعنا الفيزيون ديال السيتوبلازم، ولكن هاد الفيزيون سيتوبلازم كامل هاد ديك لي غاميت مشاونا دي يعني مشاونا لواحد لانديفيدي اخر، ماشي موقع لهم شي الفيزيون في الوسط باش عطاونا الزيغوت. يعني الزيغوت عيعطيوها لنا في لانديفيدي اخر، يعني مشا دي كامل من واحد الجهة. صافي مو هادشي لي كاين. عقلو على ليكزومبل ديال سبيروجيرا. نكملو هنايا سيكل مونوجينيتيك ولكن ديبلويد. ديبلويد يعني ديبلو فازيك. صافي عند فيكوس فيزيكيلا تيس. عقلو على ليكزومبل دو فيكوس، هذا اللي فيهم الفيزيكيل، فهمتي هاد ليكزومبل هذا ديال الفيكوس. المهم هذا مونوجينيتيك هو، ولكن مونوجينيتيك واحد زعما ما قلتي واحد الحاجه اخرى نسيتها. مونوجينيتيك شنو كيقصد بها؟ كيقصد بها ان عندك ان سول سيكل، يعني ان سول جينيراسيون. مونو هي ان سول جينيراسيون، مونوجينيتيك. صافي وديبلوفازيك قلتها هي يعني عندك مثلا ديبلوفازيك هي ديبلويد، فاز ديبلويد. نصرحوا هاد مونوجينيتيك ديبلوفازيك. عندك هنايا لانديفيدي هو هذا لي اسمو سبوروفيت. سبور حيت كيعطينا لي سبور، حيت هو دو ان عليها قلنا لي سبور. لي سبور هما دو ان. هاد لي سبور هاد سبوروفيت شنو عطانا؟ عطانا فيه لي سبوروسيست. هاد لي سبوروسيست هو واحد لوكال اللي فيه لي سبور. صافي سبوروفيت سبوروفيت فيه لي سبوروسيست. هاد لي سبوروسيست هو واحد لوغان وبروديكتو فيه لي سبور، كيعطينا لي سبور، كيعندنا برودكسيون ديال لي سبور. وهذا قلنا هاد لانديفيدي شنو يعطينا؟ عطانا جوج ديال الانواع ديال لي سبور. عطانا لي سبور فيميل يعني انثويه، وعطانا لي سبور مال يعني ذكريه. يعني واحد لانديفيد عطانا جوج ديال الانواع ديال لي سبور. ملي عطانا شنو وقع هاد لي سبور؟ وقع لهم ميوسبور، يعني الميوز. الميوز نسبور، هاد السبور وقع لهم الميوز. كنسميو هاد الاسم ديالو هو ميوسبور. هاد ميوسبور عطاونا لي غاميت. هاد لي غاميت صافي كل واحد عطانا لي غاميت. عطاونا لي غاميت مال وعطاونا لي غاميت فيميل. ملي عطاونا الغاميت مال وعطاونا الغاميت فيميل صافي تما وقعنا الفيكونداسيون. الفيكونداسيون هو هذا ثم كتشوفوا ان لي في الوسط هي لي غاميت فاميل، لانها هي او سفر او سفر. عقلتوا عليها ياك؟ وعندنا لي غاميت مال عندهم لي فلاجير هما صغارين محيطين بها، غيوقع لهم تما الفيكونداسيون. صافي عيعطيونا واحد الزيغوت. الزيغوت عاد كبرنا عاد جيغما، وعيعطيونا واحد الانديفيدي صغيوار. من بعد كبرنا عيعطيونا سبوروفيت. سبوروفيت هو واحد جينيراسيون ولا انديفيدي
هو اللي عنده دو ان، صافي هيداك الدوره كتمشي. الكاركتيرستيك ديالها الا قال لك عطيني الموداليتي ديال الفيكونداسيون كتقول له اوغامي، لان علاش اوغامي؟ لان عندنا اول حاجه عندنا او سفير هي ليغاميت فاميل، وعندنا ليغاميت مال اللي صغارين اللي كيحيطوا بديك او سفير ياك، او سفير ياك. و شنو اخر الا قال لك شنو هو؟ واش هادو هما لي غاميت متشابهين ولا ماشي متشابهين؟ يعني واش هما ايزوغامي ولا انيزوغامي؟ كتقول هما لي غاميت انيزوغامي ماشي متشابهين، لان هو تشوف لي غاميت مال ماشي هما لي غاميت فاميل، هادو هما مدورين ما عندهمش لي فلاجر. لي غاميت فاميل ولي غاميت مال عندهم لي فلاجر. شنو الكاركتيرستيك اخر؟ شنو هو كاركتيرستيك لي اخر؟ هو عندنا هاد السيكل هادي هي ديبلوفازيك، يعني ديبلويد. هاد السيكل هادي ديبلويد، لان تشوف مين كتبدا دائما تشوفو لانديفيدي دو ان، دونك هادي وزيد كمل ميوز كيوقع لنا فيكونداسيون. صافي عندنا واحد لافاز، فازي اللي اسمها ديبلوفازيك، سيكل مونو جينيتيك ديبلوفازيك، يعني ديبلويد. ديبلويد هي ديبلوفازيك. صافي هذه الكاركتيرستيك اللي كيبقى يسقسك في السيكل، ماشي شي ما كيدخلكش في التفاصيل. وكيقول لك عطيني ليكزامبل ديال لي زال، كتقول له فيكوس، ولكن هذه هي السيكل مونو جينيتيك ديبلوفازيك، يعني ديبلويد، لان الانديفيدي عنده دو ان، ما كاينش شي لانديفيدي اخر عنده ان. هنايا نكملو نشوفو السيكل الاخرى. عندنا السيكل ني دي جينيتيك، هاي السيكل دي جينيتيك هي ابلو ديبلوفازيك ابلو. صافي هنايا عندنا جوج ديال جينيراسيون، يعني دي جينيراسيون، دو سيكل دي جينيراسيون، وعندنا ابلو ديبلوفازيك، عندنا فاز ديبلويد وعندنا فاز ابلويد. ديبلويد ديبلويد هو دو ان، و ابلويد عندنا ان. عند من ليكزومبل ديالها هي الفا، الفا لاكتيكا. هاد ليكزومبل ديالها موم دو جينيراسيون، اذا قال سقسك شنو هي دي جينيتيك كتقول له دي جينيراسيون، وهي ايزومورف. شنو ايزومورف؟ شنو كيقصد بها؟ هي متشابه الجيل. ايزومورف هي متشابه، يعني الجيل اللي عيعطينا الجيل، مثلا عندنا واحد الجيل لانديفيدي يعطينا نفس الجيل نفس لانديفيدي، الى وقعنا في كونداسيون يعطينا نفس لانديفيدي، هذا هو ايزومورف، يعني يعني نفس الجيل نفس لانديفيدي كيتكررنا. هذه هي السيكل، هذه هي السيكل نبداوها. بداها من في كونداسيون باش ما درونش. عندك هنا في كونداسيون عندنا لي غاميت ماشي متشابهين طبعا ياك، عطاونا واحد لانديفيدي، عندنا واحد الزيغوت، الزيغوت اللي فيها عندها لي فلاجير. صافي ديك لي فلاجير وقعنا جيرميناسيون كرواسونس ديفلوبمون، عطانا واحد لانديفيدي اللي اسمه هو سبوروفيت. مي تسمع سبوروفيت، فيت هي لانديفيدي، هي هو واحد لانديفيدي اللي عنده دو ان، سبور فيت، سبورو فيت، عقلوا عليه، سبورو فيت هو واحد لانديفيدي لي سبور وقع على الجيرميناسيون، وعطانا واحد لانديفيدي دو ان، عليه كنقولو له سبورو فيت. هاد سبورو فيت غيعطينا فيه لاسيل ديالو ديال هوب، يعني هوب بروديكتور، ولا اللي اسمها سبوروسيست، يعني واحد لوركان روبروديكتور فيها لي سبور، فيها لي سبور. شحال فيها لي سبور؟ فيها تيترا سبور، سبوروسيست تيترا سبور. هاد تيترا سبور مهم غيوقع على الجيرميناسيون، كل وحدة عطينا يعني وقع على، لا ما يوقع على شي جيرميناسيون قبل ما يوقع على الجيرميناسيون. شنو يوقع هذا سبوروسيست؟
كما كنقولوا غيوقعنا الميوز، ديك السبورو لي سبور غيوقع لهم الميوز. هاد الميوز هادوما غيحولوا لنا من دو ان، يعني من سبور دو ان الى سبور ان، يعني من ديبلويد الى ابلويد. صافي عطيونا واحد الانديفيدي، هاد الانديفيدي هو كي كبرنا واحد سبور سبور تفيكسا في الارض، عطينا واحد الانديفيدي صافي، وديك الانديفيدي كبرنا عطينا الانديفيدي ولكن هو عن ان. شني كنسميوه؟ غاميتو فيت. غاميتو فيت ملي تسمع غاميتو فيت، واحد الانديفيدي ولا واحد الجينيراسيو اللي عندها غير ان، كتعطينا لي غاميت صافي ان. ان اسمع غاميتو فيت، غاميت يعني ملي تسمع غاميت هي لي غاميت، فيت هي ملي كتسمع فيت يعني الانديفيدي. دونك لي غاميتو فيت صافي. من بعد يعطيونا يعني فوس ديك لي غام لي غاميتي غاميتو فيت، تماك لورغان ريبروديكتور اللي هو غاميتوسيست. هاد الغاميتوسيست هو اللي كيعاد لنا برودكسيون ديال لي غاميت. هاد لي غاميت غاميت ها هما عطانا لي غاميت ها هما عندهم لي فلاجر، وكذلك عطانا واحد لانديفيدي اخر اللي هو فميل. فميل عاود عطانا واحد لي غاميت فميل، ديك لي غاميتوسيست عطانا لي غاميت فميل صافي. وعاود هنايا عندهم لي فلاجر لي غاميت وصافي، هنا وقع لهم فيكونداسيون صافي. المهم دونك ان شنو المغزى من هادشي؟ هذا المغزى هو عندك هنا السيكل دي جينيتيك. علاش دي جينيتيك؟ هو عنده دو جينيراسيون، لان دي جينيراسيون كتشوف الجينيراسيون الاولانية هي الغاميتوفيت، والجينيراسيون الثانية هي سبوروفيت. هادوما يعني عندنا جوج ديال الانديفيدي هنايا، ولكن هما كتشوف ايدونتيك، يعني متشابهين هاد الانديفيدي. دونك شنو كنقولوا لهم؟ ايزومورف. ايزومورف هو متشابه الجيل. ثاني حاجة شني اخر عندك هنايا؟ حيت شتو ايزومورف شني هي؟ غاميتوفيت كتشبه سبوروفيت، لانديفيدي سبوروفيت كيشبه لانديفيدي غاميتوفيت، يعني يشبههم لانديفيدي كيتشابهو، واخا هما عندهم ياخر عنده ان وياخر عنده دو ان. زيد شني اخر؟ لي غاميت واش متشابهين ولا ماشي متشابهين؟ لا ماشي متشابهين، لان هنايا الغاميت فميل عندها كبير، عندها يعني الحجم ديالها كبير واخا عندها فلاجر، واللي غاميت فميل عنده هو صغير. دونك هو ايزو غامي. شني اخر؟ وعندنا شحال لي فاز هنايا؟ عندنا دو فاز، عندنا فاز ابلويد وعندنا فاز ديبلويد. فاز ابلويد ملي مشينا من ان، يعني عطانا ان، يعني وقع لنا هنا الميوز، هذا ان كامل تالي غاميت ان. والفاز ديبلويد هي من زيغوت دو ان، هيا فاز يعني هادي زيغوت، هي هادي فاز دو ان باش عطاتنا الانديفيدي سبوروفيت صافي. فها اني دائما خصكم تعرفوا كاركتيرستيك ديال السيكل، هو ماشي ضروري تفهموا التفاصيل كما قلت، فهموا غير يعني فهموا كيفاش كيوقعنا وصافي. نكملوا المهم. هاد الفيديو هذا عملته بالزربه باش يعني بالزربه وصافي باش تفهموا صافي، لان امتحانات قرب. نكملوا، عندنا واحد الاكزومبل اخر ديال يعني دو جينيراسيون، يعني دو جينيراسيون واحد الاكزومبل اخر. عندنا هنايا عندنا لي غاميت، عندنا هنايا غاميتو، هذا غاميتوفيت، هذا هو غاميتوفيت. غاميتوفيت هو مي تسمع غاميتوفيت واحد الانديفيدي كيعطي لنا غير لي غاميت لي ان، يعني ان هما لي غاميت.
مون هذا غاميدوفيت اعطانا لي غاميد يعني مال هاد لي غاميد مال مشاونا عند واحد مشاونا عند واحد الموطع اللي تما كاين الغاميد فاميل هاد الغاميد فاميل تما وقعنا في كونداسيون صافي عطاونا ملي وقع في كونداسيون دونك عطاونا واحد الزيغوت هاد الزيغوت هادي رجعت لنا ليسبو هاد ليسبو هادي وقع على الجيرميناسيو كبرتنا ياك وملي كبرتنا عطاتنا واحد الانديفيدي اللي اسمه سبوروفيت صافي هاد السبوروفيت تماك فيها عندها يعني كضم واحد لوغان روبروديكتور اللي اسمه سبوروسيس هو هذا سبوروسيس هاد سبوروسيس وقع له فوسط منه وقع له ميوسبور يعني ميوز هاد ميوز عطاونا ليغاميت صافي وهيدا عطاونا ليغاميت فاميل وعطاونا ليغاميت مال صافي عاود ليغاميت ليغاميت مال مشاو ليغاميت فاميل وقعنا في كونداسيون وهكذا يعني السيكل كدور هذا اكزومبل الثاني وصافي ديال دي جينيتيك عندنا هنايا السيكل تري جينيتيك عند من كتكون عند لي زالغروج غدو فيتا لي زالغروج سيكل تري جينيتيك يعني ثلاثه ديال جينيراسيون يعني ثلاثه ديال الانديفيدي غيكونوا عندنا هنايا نبداو شو بداو هنايا من الاحسن بداو من لي الانديفيدي اللي هما غاميتوفيت شوفوا هادي كطيح اكثر كطيح هادي ركزوا معايا عندنا هنايا الانديفيدي اللي اسمه غاميتوفيت وعندنا مال اي فيميل عندنا لي فيميل حتى هو غاميتوفيت اللي عندها ان ومال عنده ان عاود شنو وقع وقع لهم لي ليغاسيون ديال لي غاميت هذاك المال هو اللي غيوقع له ليبيغاسيون ديال لي غاميت فين واحد لوكان دو بروديكتور اللي اسمه غاميتوسيست هاد غاميتوسيست غيوقع له ليبيغاسيون ديال لي غاميت ملي عيط ليبيغاو ديك لي غاميت هاد لي غاميت غيمشي عند لوكان دو بروديكتور ديال لي فوميل يعني ديال الانثى غيمشي ديك اوكان لي اسمه غاميتوسيست تما يوقع لهم في كونداسيون يعني بين لي غاميت مال اي لي غاميت فاميل زيد لان في هذه الحاله شنو الموداليتي ديال في كونداسيون تريكوغامي شنو هي لي غاميت مال ما عندهمش لي فلاجيل ولكن كيمشي هنا كيمشيو عند لي غاميت فاميل لان لي غاميت فاميل عندها واحد لي فيلامون اللي كتشبرنا لي غاميت مال يعني رجعوا للفيديو السابق عاد عرفوا هادشي هذا نكملو مون ملي وقعنا في كونداسيون هنايا شنو غيعطينا غيعطينا كاربو سبوروفيت هاد هذا واحد لانديفيدي اسمه كاربو سبوروفيت اللي فيه لي كاربو سبور لي كاربو سبور اللي فيهم لي سبور هاد لانديفيدي كاربو سبوروفيت هذا تا هو فيه دو ان يعني ديبلويد ديبلويد ثنائية صيغة صبغية هاد الكاربوسبوروفيت هي غيوقع قلنا من قبل عندك ني في كونداسيو باش وقعنا هاد باش عطانا هاد الكاربوسبوروفيت من بعد هاد الانديفيدي عايلي بيغي الكاربوسبور يعني لي سبور هاد لي سبور هادوما شنو عندنا عيمشي عيديغما قالوا الكروسونس يعني عيكبر يعطينا تيتراسبوروفيت يعني شنو تيترا هي أربعة هاد الانديفيدي اللي اسمه تيتراسبوروفيت اللي تا هو دو ان تا هو ديبلويد في هاد تيتراسبوروفيت عنده لورغان روبروديكتور ديالو اسمه تيتراسبوروسيست اللي فيه لي سبور هاد لي سبور أربعة يعني يعطينا أربعة ديال لي سبور حيت تيتراسبوروسيست يعطينا تيتراسبور يعني أربعة ديال لي سبور اللي هما إن حيت
كما كتشوفوا الميوز يعني من تيتراسبوروسيستم الى تيتراسبور غيوقع تما الميوز ديال لي سبور يعني ميوسبور. هاد الميوسبور غيعطيونا اربعه ديال لي سبور. هاد اربعه ديال لي سبور صافي كاين لي سبور اللي فيهم غاميت مار كاين لي هما غاميت فيميل صافي عيتجيغما كل لي سبور غاتجيغما عطينا واحد الانديفيدي اللي هو غاميت اوفيت والانديفيدي اخر غاميت اوفيت مال وعطينا غاميت اوفيت فيميل صافي وهكذا السيكل كدور. دونك شنو هي الكاركتيرستيك ديال هاد لي سيكل؟ شنو هي اول حاجه عندك هنايا رتبو غاميت اوفيت كيعطينا الكاربوسبوروفيت كيعطينا تيتراسبوروفيت هذا 3 جينيراسيون هما هادو ما 3 جينيراسيون عقلوا عليه لانديفيدي غاميتوفيت لانديفيدي اخر كاربوسبوروفيت لانديفيدي اخر تيتراسبوروفيت يعني رتبوهم هكذا اذا قال لك عطيني تري يعني شنو تري تري جينيتيك هو 3 جينيراسيون هو ابلو ديبلوفازيك ابلو ديبلوفازيك كيعطينا الانديفيدي فيه ان يعني ابلويد كيعطينا هاد السيكل الانديفيدي دو ان يعني ديبلويد وصافي هادشي اللي كاين. وموداليتي ديال الفيكونداسيون تيتخا يعني تريكوغامي تريكوغامي وشني اخر هو واش هو ايزومورف ولا انيزومورف هو ايزومورف متشابه الجيل نفس الجيل واخا هو واخا الانديفيدي كاين اللي عنده ان وكاين اللي عنده دو ان نفس الانديفيدي. وزائد واحد الحاجه لي غاميت لي غاميت واش متشابهين ولا لا ماشي متشابهين انيزوغامي صافي هادشي هادشي اللي كاين. ونتمنى تكونوا فهمتوا في هاد الدرس هذا هاد الفيديو عملتو بالزربه باش نبارطاجي معكم باش حيت الامتحانات قربوا مورا العيد ان شاء الله امتحانات. واي سؤال المهم طرحوه في الكومنتير ولا سقسيوني مرحبا بكم صافي. السلام عليكم هذه اخر بارتي في لي زالغ لاباري سينيتيك ولا لاباري ديال لي موفمون اللي كيتحركوا بها يعني لي فلاجيل. المهم هنايا عندنا ثلاثه لي مهمين عندنا الاولاني هو هذا الثاني هو هذا والثالث هو هذا نبداو بهذا الثالث. الثالث هذا اللي كيطيح في امتحان بزاف لان كيقول لك شنو هو الكاركتيرستيك ديال اللي زود هادو. المهم هذا اللي كعندنا في كونداسي هو لي سبور مون الكاركتيرستيك ديال اللي زود كيقول لك شمن لي زالك شمن لي زالك هو كتقولوا لي زالك بغين لي زالك بغين ياك كتقول له قال لك يعطيني الكاركتيرستيك ديالو كيقول خصك تقول له هو هيتيرو كونتي. شنو هيتيرو كونتي؟ هو لي فلاجيل ماشي فحال فحال يعني هما ديفيرون شتي هذا ماشي فحال هذا هذا عادي الحق هذا فيه فيه فحال فحال الشوك في لامون صغارين هذا هو هيتيرو كونتي متسمع هيتيرو كونتي شي حاجه مختلفه لي فلاجيل مختلف. زيد قالكش من بوزيسيون هما البوزيسيون هما جاو في 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 الجنب كتقول له اون في كونتي اون في كونتي هيا اون في كونتي. انا نوري لكم يعني عملتهم في بوحدو هما هادو هيا اون في كونتي لان علاش اون في كونتي لان هما جاو في الجنب البوزيسيون ديال لي فلاجيل جاو في الجنب ياك. هذا الكاركتيرستيك ديال لي زالك بغين اللي اسمه زويد اسمه زويد عقلوا عليه. شنو اخر عندنا عندنا هذا هذا الكلاميدوموناس كلاميدوموناس كيقول لك اعطيني الكاركتيرستيك ديالو كتقول هو بي فلاجيل يعني شنو بي فلاجيل هو عندنا جوج ديال لي فلاجيل ولكن هو ايزو كونتي. علاش ايزو كونتي؟ لان لي فلاجيل فحال فحال يتشابهوا وعندو اكرو كونتي. شني اكرو كونتي؟ هو لي فلاجيل جاو في الراس في الراس ديالو اكرو هي في الراس اكرو كونتي صافي. ثالث يعني ثالث عندنا هذا هاد لي سبور هذا
كتشوف هنايا لي فلاجيل عندنا بزاف، كتقولو بليغي فلاجيل يعني بليزيو، بليزيو ديال الفلاجيل شن هو، لكن هما كيتشابهوا ايزو كونتي، ايزو كونتي لي فلاجيل كيتشابهوا. وفين بوزيسيون ديالهم فين جاو؟ ستيفالو كونتي يعني جاو مدورين على يعني، ولكن هما في الفوق جاو مدورين، ستيفالو كونتي الفوقي ومدورين، هيا شتي كيفاش مدورين ماشي في الراس، ولكن هما جاو فوقي الفوق ستيفالي كونتي. المهم هادو هما ثلاثة اللي ثلاثة اللي خصكم تعرفوهم اللي كيطيحوا في الامتحان، اما التباقي ما ماشي يعني راجعوهم ولكن ماشي مهمين. هذا لي زالغ فيغت، هذا كيقولوا له زو سبور ديال لي زالغ، لي زالغ فيغت ديربيسيا. وهذا لي زالغ برين، هذا اللي كيطيح بزاف، وهذا تاهو لي زالغ فيغت كلاميدوموناس. صافي المهم عقلوا على ايزو كونتي، هو كيتشابهو ايزو كونتي لي فلاجل كيتشابهو، اكخو كونتي جاو في الراس ياك، اكخو كونتي بوزيسيون ديالو جاو في الراس. هنايا ايزو كونتي عاود لي فلاجل كيتشابهو، انا كنعاود دابا باش، و ستيفالو كونتي هو جاو في السيفال يعني، ستيفالو كونتي والحق جاو مدورين فهمتي، الفوقي وجاو مدورين بوزيسيون ديالو. هذا لي فلاجل ديفيرونت يعني شني كنقولو هيتيرو كونتي، ولكن فاش من بوزيسيون جاو في الجنب، اون في كونتي، اون في كونتي. صافي هادشي لي كاين دابا. المهم هذا اسمه زويد، عقلو على زويد، الكاركتيرستيك ديال زويد كتقول له هادشي لي كاين. صافي و بون كوراج و الله يعاونكم. السلام عليكم، اليوم غنشوفو الكور مفيد يعني غنكملو عليهم، غنشوفو انجيوسبيرم، انجيوسبيرم نشوفو الدوبل في كونطاسيون ديالها، غنشوفو كيفاش كدوقعنا فورماسيون ديال لي ساك امبريونير لي لي كونستيتيو ديال لي فلور يعني من كتكون مالي فلور. كذلك غنشوفو بعض الأسئلة والأجوبة ديالهم اللي كطيح في الامتحان، غنقولو مي اوغالمو صافي. وشني كذلك كذلك غنشوفو واحد الفيديو واحد انيماسيون ديال دوبل فيكونداسيون. مو قبل ما هادشي هذا، الا قال لك واحد السؤال، قال لك هنايا دوني شي ماجينيرال ديال اورغانيزاسيون ديال لاباري فيجيتاسيون شي لي فيجيتو فاسكيلا، شني كتعمل؟ كتقول له كتعطيلو شيما، كترسملو لي تيج لي غاسين لو فوي، كترسملو لي غاسين سكوندير لي غاسين، المهم كترسملو لي غاسين سكوندير و لي غاسين بروميير يعني برانسيبال. كتقولو هذا مثلا هذا لي غاسين، هذا فوي، هذا لو بورجون، هذا لو تيج. صافي وإذا قال لك أعطيني لي ديفيرون تيب ديال لي تيج، كتعطينو لي ديفيرون تيب ديال لي تيج. المهم هذا كبداية وصافي. المهم نشوفو دابا اللي عندنا هنايا، عندك هنايا لي فلوغ، هاد لي فلوغ هادي كتكون بزاف ديال الحاجات اللي هما عندك نشوفو نبداو من تحت. عندك هنايا بيدونكيل، عندك بيدونكيل فوق منا ريسيبتاكل فلوغال، هادوما اللي بالخضار الاسم ديالهم سيبال، المجموع ديالهم كنقولو لهم الكاليس، المجموع ديال السيبال اسمهم كاليس. وعندك هنا هادو اللي ملونين اسمهم بيتال، المجموع ديال بيتال اسمهم الكورول. الكاليس زائد الكورول شنو كنقولو لهم؟ البيريونت. كاليس زائد كورول هما البيريونت. شنو اخر عندك هنا؟ لي بياس ديال مال يعني يعني بيس فيرتيل ديال مال، شنو هما لي زيتامين، لي زيتامين، لي زيتامين مكونين من اونتيير اللي هما لي فيهم غرين دو بولين، وكذلك لي فيل، لي فيل هذا الخيط هذا. اما لي اورغان ولا البيس فيرتيل ديال فمي شنو هما
عندك هنايا ستيغما، هذا ستيغما، عندك هنايا ستيغما هذه الفوقانية مرة، عندك هنايا ستيل، ستيل هو هذا اللي كيهود منه لي غرين دو بولين، عندك هنايا اوفير، اوفير هو المابيض، اوفير فيه اوفيل، تما كيوقع لنا فورماسيون ديال ساك امبريونير. مجموع ديال يعني ستيغما زائد ستيل زائد اوفير، شنو كنقول لهم؟ اما كنقول لهم بيستيل ولا كنقول لهم كاربيل. الكاربيل هما ستيل زائد ستيغما زائد اوفير. اما المجموع ديال الكاربيل هما هي جينيسي، جينيسي هما المجموع ديال الكاربيل، بزاف ديال الكاربيل كنسميوها جينيسي. اما الجمع ديال لي زيتامين يعني اوكان دو برودكتور دو مال، المجموع ديال لي زيتامين شنو كنقول لهم؟ اندروسي، اندروسي هو الجمع ديال لي زيتامين. شنو اخر؟ صافي هادشي اللي كاين هنايا، هادو خصكم تفهموهم مزيان، حيت هو كيقول لك كرس مالك يعطي لك شيما كيقول لك جندية، هذا بيدونكيل، هذا بيس فلورال، هذا هذا سيبال بيتا، لي زيتامين، الكورول، فهمتي هادشي اللي كاين. ها هي هاد الشيمة التانية فحال فحال، عندك الكاربيل، كاربيل ستيغما ستيل اوفير، عندك لي زيتامين فيل زائد اونتيا. هنايا لا روبروديكسيون شي لي انجيوسبيرم. المهم اول حاجة خصك تعرف كيفاش كيوقع لنا فورماسيون ديال ساك امبريونير. الفورماسيون ديال ساك امبريونير كيفاش؟ شنو كنقول الاسم ديالهم؟ هو ميغا 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 غاميتوجينيس، ميغا غاميتوجينيس ولا غاميتوجينيس فاميل، عند فاميل كيوقع طبعا عند انجيوسبيرم. هو كيكون في وسط الاوفيل وكيكون في لوفير، طبعا في لوفير كاربيل، كيكون في الكاربيل، فورماسيون ديال ساك امبريونو. عقلوا عليه، غنشوفوا دابا الشيمه ديالو. هادو ماشي مهمين، هادي الشيمه ديال الاوفيل، الشيمه ديال الاوفيل اللي في الوسط ساك امبريونو هو هذا، نيسيل هو هذا، تيغيمون، ميكروبيل، كالاز، فينيكي. المهم هادو ماشي مهمين، اللي مهمين هما هادوما. عندك هنايا تخوا تيب ديال اوفيل، تخوا تيب ديال اوفيل هما كي في السؤال كيقول لك عطيني تخوا تيب ديال اوفيل، شني هما؟ علاش كيتسميو تخوا تيب ديال اوفيل؟ هما على حساب التسمية ديالهم، على حساب البوزيسيون ديال اوفيل، واش هي جات الفوق، جات من تحت، جات الميلة. اللي جات الفوقي جات يعني جات مساوية، شنو كنقولو لها؟ اورتوتروب. اورتوتروب هي عند من كتكون عند مونوكوتيليدو. دابا غنشوفوها الشيمة ديالها. وعندك اوفيل كامبيلوتروب، كامبيلوتروب هو كتجي ميلة عند من؟ عند ليجيمينوز. وعندك اوفيل اناتروب، اناتروب هي بلي فريكون، هي هادية، هادية لولانية اللي قلتها، اللي قلتكم اورتوتروب، هي هادية اورتوتروب، هادية كامبيلوتروب، وهادية اناتروب، هي هادية البوزيسيون ديالها جات من تحت، هادي جات مايلة في الجنب، هادي جات الفوق يعني لينيير. هادية هذا فورماسيون ديال ساك امبريونير. فورماسيون ديال ساك امبريونير من كيبدا؟ كيبدا من واحد لا سيليل سبوروجين عند الدو ان، كيوقع على الميوز. هاد الميوز كيوقع على ملي كيوقع على الميوز كتعطينا اربعة ديال يعني ماكروسبور، اربعة ديال ماكروسبور، ولكن هما ابلويد يعني ان ثلاثة كيبقاو يعني افورتي، يعني افورتي، وحدة هي اللي كيوقع على الميتوز يعني كتضاعف، ميتوز، ثلاثة ديال الميتوز يعني دينا تخايل ثلاثة ديال الميتوز، واحد لا سيليل يعني ديال لي سبور ان كيوقع على ثلاثة ديال الميتوز باش كتعطينا هاد هادية. ساعة من بعد كيوقع على واحد كلوازمون، يعني كل لا سيليل كيوقع على كلوازمون يعني واحد الغشاء كتحيط بيها. من بعد شحال كيعطيونا ديال لي سيليل؟
كيعطينا 7 ديال لي سيلول 7 وكيعطيونا 8 ديال لي نوايو. لي نوايو هما يعني صافي كيعطيونا لي نوايو سونترال لي نوايو اللي في الفوقي بولير واللي تحت. غنشوفوهم دابا. هاد اللي خصك تحفظهم يعني هاد الشيما خصك تحفظها خصك تدرب عليها كيفاش كترسم كيفاش كترسم. خصك تعرف ان عندك هنا 3 ديال اونتيبود اونتيبود 3 واحد جوج 3 اونتيبود كيتسموا اونتيبود. هذا الفاكيل طبعا ماشي مهم. هاد الجوج هادوما كيتسموا نوايو سنترال اللي جاوا في الوسط. هادية اسمها اوسفر. اوسفر هي واحد شنو اسمه شنو كنقولوا لها ليغاميت فوميل. ليغاميت فوميل هي اوسفر. هادو ما هاد الجوج هادو ما شني كنقول سينيرجي. ها هي هادو ما 3 اونتي بود. هذا سيلي سنترال اوسفير دو سينيرجي صافي. هذا هما خصك تحفظوهم هكذا. هادو الحيث كيقول لك راس مالي وجونديا جونديلي ساك امبريونير. هذا فورماسيون ديال ساك امبريونير اي فورماسيون ديال غرين دو بولي صافي. ساك امبريونير قلناهم دابا عاد قلنا كيفاش كيوقع له فورماسيون ديالها. اما لي غرين دو بولي بحال واحد لا سيلي مير كيوقع على الميوز كيعطينا 4 ديال لي سيلول ان. هادو هما كيوقع لهم الميتوز كيضعفوا ميتوز بعد كيعطيونا واحد كيعطيونا لي غرين صافي. باش كيوقعنا باش كيمشيونا كيمشيونا للساك يعني كيدخلوا لنا في ستيغما كيهودو باش كيهودو كيمشيو اوفيل اوفيل كيمشيو كيمشيونا اوفيل باش كيوقعنا فيكونداسيون يعني دوبل فيكونداسيون. غنشوفوا هاد انيماسيون دابا شويه. هذا هو دوبل فيكونداسيون كيهودو جوج ديال لي نوايو ديال لي كاميت مال كيهودو. انا نشرح دابا شنو فيكونداسيون. المهم عندك نيل دوبل فيكونداسيون. شنو هو دوبل فيكونداسيون؟ هو عندنا جوج ديال فيكونداسيون. عندنا فيكونداسيون برينسيبال وعندنا فيكونداسيون اكسيسوار. عندنا فيكونداسيون برينسيبال شنو هو؟ هو اسوسي كيرتبط واحد لي نوايو مع نوايو ولا غاميت مال مع لي غاميت فوميل اللي اسمها اوسفير. هاد الجوجة كيعطيونا واحد الزيغوت ديبلويد. هاد الزيغوت ديبلويد شنو كترجعنا فورمي لومبوريون كيعطيونا في الاخر واحد لومبوريون. من بعد الفيكونداسيون اكسيسوار شنو هو؟ هو واحد دوزيام نوايو ديال لي غاميت مال افيك كيت فيزيون افيك دو نوايو بولير ديال فوميل كيعطيونا واحد الزيغوت تري بلويد. هاد الزيغوت تري بلويد شنو كترجعنا يعني فا فورمي البيمو واحد التيسي هو غيش اون ريزيرف. المهم غنشوفو بعض الأسئلة والأجوبة. غنقولهم غير هضرة وصافي ما غنقولهمشي غنكتبهمشي وغالمو وصافي. المهم قالك هنايا باغمي لا كورموفيت كيل سون عطالك 4. قالك لا لي بلونت ا بولين لي بلونت اوفيل لي بلونت ا غرين لي بلونت فرويت اي لي بلونت سبور. قالك يعني شني هما شني لي بلونت بولير؟ لي بلونت بولين يعني لي بلونت اللي عندهم لي غرين دو بولين. شكون هما؟ هما جيمنوسبيرم اي انجيوسبيرم. هلولي بي لي بلونت اوفيل هما جيمنوسبيرم اي انجيوسبيرم تا هما. سي جواب سي لي بلونت ا غرين عندك هنايا تا هما انجيوسبيرم كذلك جيمنوسبيرم. لي بلونت فروي طبعا لي فروي عندهم كيكونوا غير عند انجيوسبيرم. اما لي بلونت دو ا سبور لي عندهم غير سبور هما البريوفيت اي بتيريدوفيت. هنشوفو بعض الاسئله اخرين. السؤال قال لك
اعطيني يعني بوزي يعني ديفينيسيون فيجيتال يعني الكور موفيت بازي سور لو برينسيبال كاركتيرستيك يعني ديفيرونس بيناتهم. قال لك لي ديفيرونسياسيون، قال لك لا الكاركتيرستيك ديال الكروموفيت شنو هما. هو اول حاجه عنده المود ديال كروسونس اي اورغانيزاسيون اباراي فيجيتاسيون اي اورغانيزاسيون ديال اباراي ريبروديكتور يعني ريبروديكتور عنده بالكروسونس. كروسونس هو عنده واحد لوكان سبيسياليزي اللي هو الميريستيم. اباري فيجيتاسيون شنو هو؟ هو الكورمون. الى قالك علاش الكورمون، كتقول له ان عنده ثلاثه ديال لوكان، عنده تيج عنده فو اي راسين. ثالثه دابا اباري برودكتور، اباري برودكتور كاين عنده كاين غاميتونج اي سبورونج. غاميتونج برودوي لو غاميت لي غاميت فاميل اي لي غاميت مال. لي غاميت فاميل هما اللي كنسميوهم اونتيروزويد ولا اونتيريدي اي لو غاميت فاميل اللي كنسميوه اما اوسفير ولا ارشيغون. اي لو سبورونج، سبورونج كيعدلو ناميو سبور باش كيعطيونا واحد لي سبور ان. نشوفو السؤال، شي سؤال اخر والجواب ديالو. قالك هنايا سيتي، قالك سيتي اعطيني لي برانسيب الجروب ديال فيجيتو ديال كورموفيت. اعطيني برانسيب الجروب ديال كورموفيت. كتقول له البريوفيت، كتقول له بتيريدوفيت، كتقول له جيمنوسبيرم اي انجيوسبيرم. انجيوسبيرم فيها مونوكوتيليدون اي ديكوتيليدون. صافي صافي تيجي كاين. نشوفو شي سؤال اخر والجواب ديالو. المهم اذا قال لك ارسم لي ساك امبريونو اي جون ديلي، كترسمو له كيما شرحتو قبيلاتي عادي، وكترسمو له. ولا قال لك ارسم لي لي فلو، ماشي رسم، ماشي رسم، هو اللي كيعطيو لك الشيما وانت غير كتجونديها. ولا قال لك انه طالع على دوبل فيكونداسيون، انا شرحته دابا عاد دوبل فيكونداسيون يعني كاين برينسيبال وكاين اكسيسوار. دوبل فيكونداسيون كنت شرحته في هو الاخر اللي كنت شرحته. نشوفو شي سؤال اخر الجواب ديالو. حيت ما كتبتهمش فهمتي. عندك هنايا قالك هنايا فيكونداسيون شيلو انجيوسبير. فيكونداسيون عند انجيوسبير هي كتقول له هي سيفونوغامي. سيفونوغامي عقلوا عليها سيفونوغامي. عندك اوفيل دو فانيروغام شنو هي؟ اوفيل دو فانيروغام هي ايكيفالون دو ماكرو سبورونج. صافي لوفيل دو فانيروغام اي ايكيفالون دو ماكرو سبورونج. نشوفو شي قالك هنايا شنو هما لي بولين. كتقولو لي بولين هي هو لو غاميتوفيت مال. يعني شنو زعما؟ يعني هاد لي غرين دو بولين كيكونو عند لي غاميت، عند لي غاميتوفيت مال. صافي شني اخر قالك هنايا لا كلاسيفيكاسيون دو رينكير. هو ان سيستيم دو كلاسيفيك دو كلاسيفيكاسيون ايكولوجيك. شوفو شي سؤال اخر عاود. سؤال اخر نشوفو شي سؤال. صافي نكتفيو بهذا القدر هذا، نشوفيو بهذا القدر هذا. مهم عطيتكم برينسيبال اللي هنايا اللي مهم فتشو وخدمو امتحانات مزيان وباش تجاوبو. قالك هنايا لا لينيفيكاسيون. شنو هي لا لينيفيكاسيون؟
via la transformation chimique de ciril à de bois. De bois ou le ria archem. صافي هادشي اللي كاين وبارك علينا. وراجعوا حتى لي تيسي حتى هما راجعوهم لي تيسي بارونشيم سكليروفيل شنو اسمه تيسي كونديكتور تيسي كاين الكزيلاند اي فيلوجين فليوم وشني اخر كاين شمني تيسي اخرين عاو كاين تيسي سوتيان وكاين المهم هادو ما راجعوهم كيطيحو في التي بي. السلام عليكم. اليوم غنشوفو البيولوجي فيجيتال بالحق غنشوفو الشامبينيون الغيزيمي ديالو والكاركترستيك ديال كل كلاس تقريبا. غنشوفو واحد الامتحان غنصححوه وغنزلو لكم في الديسكريبشن. المهم عندنا خمسة ديال لي كلاس، عندنا شيتريديوميسات، عندنا اسكوميسات، عندنا زيبوميسات، عندنا باسيديوميسات. مثلا عندك هنايا نشوفو الاسكوميسات، نشوفو شيتريديوميسات عندها لي زويد ديالها اني فلاجيلي، عندها لي فيلامون سيفوني كذلك. هي بعض منهم كيكون عندهم اني سيليلو، اكثريه كيكون عندهم بليزيون سيليل. اما الكاركتيرستيك ديال المود ديال الفيكونداسيون هي كتكون عندها بلانو غامي. اما السيكل يعني سيكل دو جينيراسيون ديالها عندها دو جينيراسيون كذلك. هي يعني شنو كنقصد دو جينيراسيون؟ هي دي جينيتيك ابلو ديبلو فازيك، ابلو ديبلو فازيك. هذا هو الكاركتيرستيك ديال شيتريديوميسات. اما اوميسات هي لي زويد ديالها بيفلاجيلي، حتى هي فيلامون ديالها سيفوني. لي غاميت فاميل هي ايموبيل، ما كتحركش. اما السيكل يعني سيكل دو في ديال اوميسات يعني مونو جينيتيك، يعني عندها ان سو جينيراسيون ديبلو فازيك. عقلوا عليا. اما ليكزومبل ديال اوميسات هي سابرولينيا. انا غنكتبها لكم فوق هنايا سابرولينيا. غنشوفو الكاركتيرستيك ديال باسيديوميسات. ولكن قبل من باسيديوميسات غنشوفو زيغوميسات. هي السيكل ديالها ابلوفازيك. صافي ابلوفازيك. الفيكونداسيون بار لي فيزيون ديريكت، يعني دو غاميتو سيستم. هي عندها سيفوني، ليطال ديالها سيفوني. ولكن غنشوفو الباسيديو ميسات. المهم هادي هي اون جينيرال اهم حاجة الباسيديو ميسات نشوفوها. عندك هنا الباسيديو ميسات هي لي سبور ديالها اكسترن، وهاد لي باسيد هي عندها السيكل ديالها يعني السيكل دي جينيراسيون ديالها ابلو ديكاريو فازيك. المود ديال الفيكونداسيون ديالها بيريتو غامي. ثاني حاجه الى شخصك شنو هو الكاريو غامي كيكون عند اسكوميسات وعند باسيديوميسات. هي فيزيون دو نوايو. غنشوف الديفينيسيون ديالها في الامتحان. مهم غنشوفو كذلك تا الفرق بين شنو هو الفرق ديفيرونت بين اسك وباسيد، غنشوفوهم في الامتحان. مهم نكملو. مهم قلنا عندها بيريتوغامي هذا المود ديال فيكونداسيون. اما السيكل ديالها ابلو دي كاريو فازيك. صافي هادشي اللي كاين عندها. الكاريوغامي هي الفيزيون دو نوايو، جوج ديال لي نوايو باش كيعطيونا باش ديك ملي كيعدلو لنا فيزيون دو نوايو يعني ابلويد كيعطيونا ديبلويد. من بعد ديبلويد شنو كيوقعنا واحد الميوس كيعطيونا اربعة ديال لي سبور. ديك لي سبور كيطلعو لنا الفوقي كيوقع لهم واحد الماتيغاسيون. ملي كيوقع لهم ماتيغاسيون كيخرجو ملي كيخرجو عليها كنسميوهم
سبور اكسترن، اما اسكوميسات العكس، لي سبور ديالك يكونوا انترن. اوكي غنشوفو دابا، صافي هادشي لي كاين. غنشوفو دابا امتحان، امتحان ماشي الاسئله ديالو. واحد الامتحان هذا كبروا التصويره. المهم هذا السؤال الاولاني، شنو قال لك السؤال الاولاني؟ هو قال لك كيسكو سي لي كاربوسبو، شنو هو الكاربوسبو؟ هذا امتحان ديال نورمال 2019. هو سبو سيكسي، هو ديبلويد، هو الكاربو سبوروفيت، وكيعطينا يعني هو كيكون فيناليتي دانجون، يعني كيعطينا ميو سبوروفيت، كيعطينا الميو سبوروفيت. هذا سؤال لولاني. تتمة ديال السؤال، السؤال لولاني قال لك هو شمن يعني كي لي جروب دي هاد لي زالك، يعني هاد لي زالك هذا شمن جروب كينتمي، اعطيني الكاركتير والكاركتيرستيك ديالو. الجروب ديالو هو الغدو فيتا، هو هذا غدو فيتا لي زالك روج، لي زالك روج. صافي هذا سؤال لولاني، عقلوا ليه مزيان. اما قال لك هنايا كاين لو بيوسيكل ديالو، البيوسيكل، البيوسيكل هو بيوسيكل ديالو تري جينيتيك ابلو ديبلو فازيك. الفيكونداسيون ديالو هو الكاركتيرستيك بار تريكو غامي، تريكو غامي هو الفيكونداسيون ديالو تريكو غامي. تريكو غامي عاد من كيكون عند لي زالك روج غودو فيتا. البيغمون ديالو قال لك عطيني حتى البيغمون ديالو كاركتيرستيك ديالو، هو بيلي كرومو بروتيين. وشنو هو بالضبط؟ فيكو بيلي، فيكو بيلين. السؤال الثاني قال لك هو ايغلو، ايغلونو فيتا، عطيني كاركتيرستيك ديال ايغلونو فيتا، وشنو الباغوا ديالها، مين كتكون، والاسم ديالها. إغلونوفيتا هو لزالك إنيسيلير فلاجيلي، عندو دي فلاجيل طبعا. هو كولو فيرت فيفون دون لو ستاغنو، كيعيش في الستاغنو يعني في الماء يعني راكد. الاسم ديالو يعني لينو ديالو هو إغلونا، إغلونا. الباغوا ديالو هو كونستيتي دو بلاكيت بروتيك سيتي دون لو مومبران بلازميك، مومبران بلازميك. سؤال ثالث، سؤال ثالث قال لك هنايا عمر لي هاد الطابلو. عطيتكم جوج طابلو، الطابلو الاولاني هو اللي جا في الامتحان، الطابلو الثاني زيدكم، زيدكم وصافي، بحيث هو يقدر يطيح في راتراباج. المهم نعمرو هاد الطابلو. لي نوم دو سبور، شنو الاسم ديال لي سبور؟ اسكو سبور، زيغو سبور، باسيديو سبور، او سبور. اربعة اسكو سبور، هاد هو الاسم ديال لي سبور سيكسي. ستراكسيغ ديال لي دو جوني، يعني يعني التركيبة ديال الفيلامون بحال هكدا، يعني اقصد التركيبة ديال الفيلامون، الفيلامون كلوازوني عند اسكوميسات. اما زيغوميسات هو الفيلامون سيفوني عنده، اما باسيديوميسات عندهم فيلامون كلوازوني، اوميسات عندهم فيلامون سيفوني. صافي يعني اسكوميسات عندهم كلوازوني، زيغوميسات عندهم سيفوني، اما باسيديوميسات كلوازوني، الاخرانيه سيفوني. لوكاليزاسيون، لوكاليزاسيون ديال لي سبور عند اسكوميسات انترن، زيغوميسات هي انترن، باسيديوميسات اكستر، اكستر عندو لي سبور اكستر، اوميسات لي سبور ديالها انتر. دابا قالك هنايا انا زدتكم هاد الطابلون هذا ديال التيب ديال فيكونداسيون ديال هاد لي كلاس. اسكوميسات عندها تريكوغامي، زيغوميسات عندها سيستوغامي، عقلوا عليها سيستوغامي. باسيديوميسات عندها
بيريتو غامي، أما أوميسيد عندها سيفونو غامي. نقولو الكيستيون أربعة، قالك إني كومباري لو أسك إي باسيك، يعني هنايا خصك تعرف، يعني تعرف مزيان وتعقل مزيان وتحفظو. يعني هما جوج ديال لي ستركتور كيجيونا من واحد لا سيليل مير، وكيعطيونا أسك و باسيك، يعني كيعطيونا أسك أوميسيد و باسيك أوميسيد. كيجيونا من كاريوغامي، فهمتي؟ كيجيونا من الكاريوغامي باش كيعطيونا اسكوميسات وباسيليوميسات. الكاريوغامي قلنا الفيزيون ديال جوج ديال النوايو. المهم قلنا الكاريوغامي كيدوني على جينيراسيون دي كاريوتيك اسكوميسات وباسيليوميسات. المهم اسك شنو هو الاسك؟ اسك هو كاريوغامي سويفي يعني دان ميوز او ميتوز، يعني كيعطين اول حاجة كيوقع الميوز ومن بعد كيوقعنا الميتوز. شني زعما شني القصد ديالو؟ القصد يعني ملي كيوقعنا هاد الفيزيون ديال جوج ديال النوايو كيعطيونا يعني الكاريوغامي كيعطيونا واحد ستركسيون اسك اي باسيك. دابا نهضرو على اسك. اسك شنو كيوقعنا ملي كيتفيزيونا النوايو؟ ديك لي نوايو دو ان كيوقعنا الميوز، ميوسبور كيوقعنا الميوسبور كيعطيونا اربعة ديال لي سبور. هاد اربعة ديال لي سبور كيوقعلهم الميتوز باش كيعطيونا تمنية ديال لي سبور، و هاد تمنية ديال لي سبور كيكونو انترن. اسك شنو هي الاسك؟ هو ديك الغشاء اللي محيط بالمحيط بالليسبور، يعني 8 ديال ليسبور محيطين بايش بواحد الاسك. صافي هذا انتر، عقلوا عليها. غنشوفو دابا باسيد. باسيد هو الكاريوغامي، هو واحد الكاريوغامي سويفي دي ان ميوز اربعة. كيوقعنا اي واحد كيوقعنا ميوز صافي، ما كيوقعناش الميتوز حيت كيعطيونا اربعة ديال لي سبور. اربعة ديال لي سبور باسيديو سبور كنسميوهم باسيديو سبور اكسترن، يعني هما لي سبور اكسترن. صافي موم اسك كيعطيونا اسكو سبور انترن، باسيديو سبور اكسترن. قلنا باسيديو سبور شنو كيوقع تما؟ عندك ديك اللي وقع لهم الميوز كيوقع لهم الماتيغاسيون، يعني كيوقع لهم النضج. ملي كيوقع لهم النضج كيطلعوا لنا، كيطلعوا الفوقي. انا نعطيكم في الاخر الشيمه ديالها، صوره نعطيها لكم. كيوقع يعني كيطلعوا الفوقي عليها كنسميهم اكسترن سبور اكسترن باسيديو سبور. صافي هذا الفرق بيناتهم، هذا هو الديفينيسيون اللي كتشوفوه هنايا، اما اللي قلته غير الشرح. الكيستيون خمسة، كيل سون لو ديفيرون تيب ديال لي ميريستيم؟ عندنا ثلاثة ديال لي ميريستيم، شي لي فيجيتو كورموفيت. الكورموفيت شنو هما؟ لي عندهم لي تيج لي غاسين لي فوي. المهم عندنا الميريستيم بريمير، ميريستيم سكوندير، ميريستيم انتركالير. كيل سون لوكاليزاسيون اي فونكسيون د هاد لي ميريستيم زعما، يعني شنو اللوكاليزاسيون فين كيكونوا، كذلك شنو الفونكسيون ديالهم. الميريستيم بريمير هو دون لا بوان غاسينير، كيكون في بوان غاسينير، كيكون في البورجون ابيكال اي تيرمينال يعني ابيكس، وكيكون في البورجون اكسيلير. الميريستيم انتركالير كيكون اونتر نود شنو زعما كنقصد بيها؟ مثلا اذا جبتي القزبه هرستي هيدا كتجبر واحد اللعيبه مدوره، هيدا مدوره، ديك الدواره اللي تما هذيك من تما كيوقعنا الكرواسمون، كيوقع على كتكبر كرواسونس، هذا هو اونتخنود. تما كيكون الميريستم انتركاليا. المهم اما الميريستم سكوندير هو الكومبيون اونتر اكزيلان اي فلوين. الفونكسيون ديالو شنو هو؟ الكرواسونس اون لونغور اي ايبيسور، يعني طوليا وعرضيا.
كي كبروا. شنو اخر؟ كي لو برانسيب تيب ديال لي تيسي بار سيت سيت سي لو ميريستيم. عندك هنايا لي تيسي كومبيون، لي تيسي كونديكتور غزيلان فلويم ولا سوتيان. عندنا كذلك البارونشي، البارونشيم، كولونشيم، سكليرونشيم. يعني اكتفي غير بهاد الجواب وصافي. الكيسيون 6 قالك هنايا كي بيرمي لو جروب، يعني قالك هنايا اعطيني لي جروب، يعني نقولو بالفرنسي كي لو بروميير جروب فيجيتو كورموفيت كي روسي ا كولوني لو ميليو تيرستين. زعما قالك اعطيني لو بروميير، يعني اول جروب اللي استعمرنا ميليو تيرستين، يعني الارض، هو تيري دوفيت. بتيري دوفيد، الجروب ديال بتيري دوفيد، عاد موراها البريوفيت، عاد موراها الكورموفيد وهكذا. مو بتيري دوفيد هو اول واحد. قال لك هنا كي سون ادابتاسيون كي اون بيرمي دو سيت جروب كولوني. شنو زعما قال لك زعما شنو كيفاش يعني تادابتا هاد البروميير جروب في الميليو تيرست؟ ميليو ايريان a faible density، يعني واخا عنده مليو ايريان هوائي faible density لو تيسي سوتيان بور garantir le maintien et portée de plante porte de la plante. ثانيا مليو ايريان sec nécessité de maintien maintenir يعني hydratation de tissu régulier perdu. يعني كي شنو كي عندنا الريغيلاسيون ما كيسمحش اني فقدان الماء. ثلاثة ديستريبيسيون هيتيروجين، ديستريبيسيون هيتيروجين ديال لي زيليمون نيتريتيف. ادابتاسيون اكسبريمي بار لو تيسي كونديكتور غزيلان او فلويد. المهم انا عيقتكم كنقرا عليكم الجواب هادو موصل. كيستيون سبعة شنو قال لك؟ لو غيزو اي بيلب اي تيبيركي اي كلادوت كوريسبوندون. قال لك كيل تيب دو اورغان فيجيتاتيف. شنو شمن تيب دو اورغان فيجيتاتيف ديال لي فوي و تيج و لو راسين؟ شنو الاسم ديالو؟ هو الكورموفيت. كيكون عند الكورموفيت هادوما هاد فوي تيج غاسي. قالك هنا ايه الكوريسبوندون؟ كيل تيب دو ميتامورفوز، ميتامورفوز شمن تيب ديال ميتامورفوز؟ هو لي تيب اكيزيسيون ديال فونكسيون نوفيل، يعني اكيزيسيون دو فونكسيون نوفيل. قالك هنايا ايسكو ساجي دو اورغان انالوجيك، انالوجيك ولا واش هو اورغان انالوجيك ولا هومولوجيك؟ هومولوجيك هو اورغان انالوجيك، لان اورغان انالوجيك اون لا ميم فونكسيون لا ميم لوريجين، ولكن مي لوريجين ديفيرونت، يعني هو عنده نفس الفونكسيون ولكن l'origine différente. Ça fait un petit هذا هو امتحان و امتحان ديال لي بليس و موان ما جاوبتش عليه، لان اكثرية جاوبت عليهم. نلحق نجاوب شوية، نجاوب عليكم. هو هذا ماشي امتحان، هذا كيستيون خمسة وقيلة تمنية، كيستيون تمنية ما جاوبتش عليه، لان كنت في واحد الفيديو السابق كنت جاوبت عليه، جاوبت النص ديالو على النص ديالو. ولكن دابا نشوفو شويه ديال الاجوبه، نجاوب شويه دي. قال لك هنايا نشوفو لي سبور. سبور عند من كيكون؟ سبور عند البريوفيت، عند بتيريدوفيت، صافي. اما جيمنيوسبيرم عندهم لي غاميت و انجيوسبيرم عفوا عندهم لي تما عندهم لي غاميت. واخا قال لك هنايا لي غرين، لي غرين عند من كيكونوا؟ كيكونوا عند لي غاميت انجيوسبيرم و جيمنيوسبيرم، صافي. يعني بليس بليس.
قال لك هنايا الفيكونداسيون، المود ديال الفيكونداسيون، المود ديال الفيكونداسيون عند لي جيمنوسبيرم و انجيوسبيرم سيفونوغامي، سيفونوغامي ياك. شني اخر؟ لوف ساك امبريوني عند ما كيكون عند انجيوسبيرم، دوبل فيكونداسيون عند ما كيكون عند انجيوسبيرم. شني اخر؟ ساك بولينيك عند ما كيكون، كيكون عند يعني لي غرين دو بولين زعما، كيكون عند انجيوسبيرم كذلك عند جيمنوسبيرم. شني اخر؟ شني اخر عاود نشوفو. المهم نكتفيو بهاد القدر هادوما، وتبقى نجاوب عليهم نتوما ونشوف بلاتي نشوفو شي اسئله اخرين. نشوفو قال لك هنايا كيسكو سي لي فيلامون ديكاريوتيك، شنو هو هذا؟ حتى هذا امتحان كان طاح ما عرفتيش من عام ولكن طاح. قال لك هنايا كيسكو سي لي فيلامون ديكاريوتيك. الفيلامون ديكاريوتيك عقلوا عليه، هو واحد الفيلامون ارتيكل ا دو نوايو كونجيكي، كيوقع لهم واحد دو نوايو كونجيكي. قال لك هنايا كومون عاد ما كيكون يعني كومون سو بريزون ريبريزونت لا سبوروفيت ولا فيلامون سيكسيي ولا فيلامون دان جاردين، دان جاردين صافي. دان جاردين كطيح، دان جاردين كتكون عند من عند باسيديو ميسات. قال لك هنايا كي سون لوريجين، شمن لوريجين ديالو، شنو هو لوريجين ديالو؟ قال لك لوريجين ديالو، قال لك هنايا ريزلتا دي ان فيكونداسيون نو كومبلي، هو واحد الريزلتا، واحد النتيجه الفيكونداسيون ديالو ماشي مكموله، ان كومبليت نو كومبليت. قال لك هنايا مي لا بلا مي بلاسمو غامي سون كاريو غامي، هو عنده بلاسمو غامي ولكن ما عندوش الكاريو غامي. قال لي كومون مانتيان، كيفاش كيحافظ على هادشي هذا؟ مانتيان باغ لو بوكل، عنده واحد البوكل، بوكل داناستوم داناستوموز داناستوموز ولا دان جاردين صافي، داناستوموز ولا دان جاردين، هذا باش كيحافظ عليه. هاد الاسئله متابعين فهمتي، يعني بذلك من كاين لي فيلامون، شنو هو الفيلامون ديكاريوتيك، كيسكو سي لي فيلامون ديكاريوتيك. نشوفو شي حاجة أخرى، نشوفو شي سؤال واخا. قالك هنايا ديكخيغ، أعطيني لي زو سبور ديال شي تريديوميسات و أوميسات، يعني لي سبور يعني لي زوي ديالو، أعطيهم لي الكاركتيرستيك ديالو. قالك هنايا شي لي تريديومي شي تريديوميسات لي سبور ديالو هما إيني فلاجيلي، هما اني فلاجيلي، واللي فلاجيل ديالو فين شنو بوزيسيون ديالو؟ بازي كونتي، بازي كونتي، بازي كونتي هو ليس، عنده لي فلاجيل ديالو ليس يعني لامس. عند شيلو اوميسات لي سبور ديالهم هما بي فلاجيلي، عندهم جوج ديال لي فلاجيل، واحد لي فلاجيل ليس، واحد لي فلاجيل ماست، واحد لي فلاجيل اخر كيوقع عنده لي موفمون، كيعمل به الموفمون كيتحرك، والبوزيسيون ديالو لهاد الفلاجيل ماستيغوندي. نشوفو شي سؤال اخر، نشوفو شي سؤال ضروري كاين شي. قالك هنايا شنو هو كونيدي؟ كونيدي هو سبور اكسترن، سبور كونيدي هما لي سبور اكسترن. شي سؤال اخر، قالك هنايا كيل داتي ديك السؤال، واحد السؤال، السؤال اللي كنت قلته متابعين، واحد السؤال عنده بزاف اسئله موراه متابعين، ديك اللي قلت لكم شنو هو كيسكو سي لي فيلامون دي كاريوتيك، ما كملتش على السؤال الاخراني، انا نكمل عليه. قالك السؤال الاخراني كي لي بروسيسور بيولوجيك كي
marqué sa fin. Karyogami. La karyogami, il y a le processeur biologique, karyogami. On a dit, je mets un groupe qui est dans le temps. Le groupe d'IEL ascomisset et basidiumisset. Ça fait. وقيل عن دوت تنظم سنين نعاود هذا السؤال هذا والاجوبه ديالو بلاتي عن دوام اللولي قال لك هنايا كيسكو سي لي فيلامون دي كاريوتيك فيلامون دي كاريوتيك هو فيلامون فورمي ا دارتيكل دو نويو كونجيكي سؤال اللي مورا يعني نتابع كومون سو بريزونت بريزونت هو ريبريزونت لي لو سبوروفيت عند سبوروفيت ولا فيلامون سيكسي ولا فيلامون دان جاردان السؤال ديالو اللي متابع كي لوريجين لوريجين هو الفيكونداسيون ديالو نو كومبليت هو عنده بلاسمو غامي سون كاريو غامي ياك كومون مانتيان كيفاش كيحافظ على maintien par le boucle, واحد boucle, un anastomose ou là d'un jardin. Jardin. Ça fait un anastomose ou là d'un jardin. D'un jardin qui se fait en fait. Avec ce sujet de Moura, les contes citons, on voit qu'il y a le processeur biologique qui est marqué. هو البروسيسور بيولوجيك هما الكاريوغامي نعقلوا على الكاريوغامي عند من كتكون عند اسكوميسات وباسيديوميسات شمن لي جروب اسكوميسات اي باسيديوميسات غادي نشوفو شي سؤال اخر وما نشوفو ضروري خصنا نفهمو واحد هنايا واحد الجدول بلاتي قال لك هنايا واحد الجدول غنشوفو دابا واحد الجدول قال لك هنايا اسكوميسات وزيبوميسات باسيديوميسات قال لك عطيني لا تيب ديال لي سبور سيكسي و لي تيب ديال لي سبور اسيكسي لي تيب وعطيني الفيلامون ديالها كيفاش كيكون عطيني لي تيب ديال الفيكونداسيون غنبداو اسكوميسات عندها لي لي تيب ديال الفيلامون هو سيبتي ارتيكل هو ديكاريوتيك لي تيب ديال لي سبور اسيكسي هو كونيدي عقلوا عليه كونيدي لي تيب يقدر يطيح هاد لي تيب ديال سبور اسيكسي مون كونيدي اما لي تيب ديال فيكونداسي هو تريكوغامي لي تيب ديال لي سبور سيكسي هو اسكو سبور عمشو دابا زيغوميسات لي تيب ديال ستركتور ديال لي فيلامون هو سيفوني اما لي تيب ديال لي سبور هو اوندوسبور لي تيب ديال لي سبور اسيكسي هو اوندوسبور اما تيب ديال فيكونداسي هو سيستوغامي لي سبور سيكسي هما زيغوسبور عمشيو نشوفو باسيديوسبور تا هو عندو لي فيلامون ديالو سيبتي ارتيكل كذلك هو لي تيب ديال لي سبور اسيكسي هو كونيدي ولا كنقولو له تا اوديز عقلو عليها لي تيب ديال فيكونداسيون بيريتوغامي اما لي تيب ديال لي سبور سيكسي هو باسيديوسبور صافي هادشي اللي كاين نشوفو شي حاجة أخرى نشوفو غير لي سبور نشوفو غير لي شامبينيون قال لك شنو هو لي زويت سينيفي لي زويت سينيفي هو لي كاميت موبيل كذلك هو زو سبور سؤال آخر قال لك هنايا عند اسكوميسات ان فيلامون سيكسيل توجور يعني فيلامون سيكسيل توجور شنو كيكونو دان جاردان ياك كذلك يكونو ديكاريوتيك كذلك يكونو سبوروفيت نشوفو سؤال اخر عاود
قال لك شنو هو الديفينيسيون ديال ديكاريوفاز. ديكاريوفاز هو اون فاز سيتولوجيك اوبسيرفي شي لي سيغتان ميكوفيت يعني سيغتان شامبينيون اي الكاركتيرستيك بار بريزونس يعني فورماسيون دو ارتيكل كومبورتون شاك ديكاريو دو نوايو كومباتيبل يعني كيكونوا دو نوايو كومباتيبل ديكاريوفاز. عقلوا عليا هذا هو الديفينيسيون ديالها. شني اخر صافي واقي نكتفيو بهذا القدر هذا وكنتمنى لكم النجاح بون كوراج وبارطاجيو هذا الفيديو بارطاجيوه مع صحابكم في الجروبات هادشي اللي كنطلب منكم والله يعاونكم وكنتمنى تكونوا فهمتوا مع هذا الفيديو هذا واستفدتوا من اي حاجه كتبوها لي في الكومنتير اذا استفدتوا كتبوها لي قولوا لي شني ما فهمتوش ولي فهمتو مهم اذا فهمتو قولوها لي ما فهمتوش قولوها لي. هذا الفيديو عملتو بالزربه فهمتيني ان راطراباج علي امتحان علي حيت ما كانش واحد ديكالاج بين نورمال وراطراباج سيمانه مو الله يعاونكم.